اهلا بكم كل متابعي ومشاهدي قناه النادي الاهلي وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي اليوم، حلقه فيها افكار جديده وحلقه مختلفه جدا، وبسعد جدا ان يكون معايا زميلي المتالق عمر ربيع ياسين. مساء الفل يا عمر. استاذ ايهاب برحب بحضرتك على قناه النادي الاهلي في حلقه الاهلي الليله، ودايما حضرتك متالق طبعا، ومزيد من الاخبار والكواليس اللي بتكون موجوده على الاهلي الليله وعلى قناه النادي الاهلي. النهارده ان شاء الله هيكون معانا حلقه نتمنى ان شاء الله ان هي تنال رضا حضراتكم، ويكون المحتوى ان شاء الله يكون حاجه متميزه دايما ما متعودين على قناه النادي الاهلي. هنبدا مع الاستاذ ايهاب الخطيب طبعا الفقره الحواريه اللي هيكون مستضيف فيها سياده اللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضيه الافريقيه. بعديها هنروح لفقره جمهور النادي الاهلي، دايما متواصلين مع الجمهور، هو الوقود الحقيقي لكره القدم وبالاخص النادي الاهلي. يكون معانا دايما تقارير مع جمهور النادي الاهلي علشان نكون في صله ما بين الجمهور وبين قناه النادي الاهلي، ودايما زي ما حضراتكم عارفين دايما الجمهور هو اللاعب رقم واحد في مشوار النادي الاهلي في جميع البطولات. بعد كده هنروح مكملين معاكم لكن للاهلي في كل مكان، الاهلي في كل مكان فقره حريصين عليها ان احنا نتواصل مع كل الانديه اللي بتحمل اسم النادي الاهلي في كل الوطن العربي، هنطمن يعني على كل الانديه اللي اسمها اهلي في كل الوطن العربي ونعرف ايه اخر الاحداث والمباريات والاستعدادات لكل الفرق اللي موجوده في الوطن العربي كله. اما الفقره الحواريه الثانيه ان شاء الله تكون مع الاستاذ ايهاب الخطيب علشان يستضيف الكاتب الصحفي الاستاذ اسامه السويسي ويتكلم معاه عن اخر الاخبار اللي موجوده في الساحه المحليه طبعا واهم الكواليس اللي موجوده، واكيد طبعا استعدادات النادي الاهلي لاولى لقاءاته في البطوله العربيه ان شاء الله اللي هتكون امام فريق النجمه اللبناني. هنكمل برضو مع الاستاذ ايهاب الخطيب فقره من بره الاهلي علشان نشوف الابطال اللي موجوده في مصر ويعني ايه انجازاتهم وايه اهم الاخبار اللي موجوده، مش شرط ان احنا بنتكلم في قناه النادي الاهلي يبقى احنا بنتكلم على كل ما يخص النادي الاهلي، لا ده احنا بنتكلم على الاهلي وبره الاهلي، وهنتابع مع حضراتكم في كل جديد دايما بتتابعوه معانا في الاهلي الليله. اما ختاما هيكون ان شاء الله فقره الكره العالميه هتكون معايا، هنعرف ايه اخر الاخبار اللي موجوده في الساحه العالميه، هنتكلم على اليوم الاول من او الاسبوع الاول في الدوري الانجليزي، مباراه مانشستر ابتدت اليونايتد ابتدى مع ليستر سيتي واول فوز لمورينيو، وطبعا الشياطين الحمر النهارده تابعنا اهم اللقاءات، توتنهام لعب، تشيلسي لعب امام هاردرسفيلد واول مباراه لرمضان صبح لكن لم يشارك في اللقاء واكتفى بوجوده على مقاعد البدلاء. بكره عندنا يوم عظيم جدا، ثلاث لقاءات يعني بنتكلم على ابرز اللقاءات، برشلونه هيلاعب اشبيليه في مدينة طنجة المغربية ولقاء السوبر الأسباني، أيضا عندنا مباراة مانشستر سيتي وأرسنال وأولى لقاءات أمري المدير الفني الجديد لفريق أرسنال، أعتقد مباريات مهمة جدا جدا، لكن مش عايزين نحرق لحضراتكم باقي الأخبار، لكن هكمل معاكم لما يجي وقت فقرة الكرة العالمية، لكن دلوقتي هنروح ونبدأ الفقرة الحوارية الأولى مع زميلي العزيز الأستاذ إيهاب الخطيب اللي هنستمتع معايا طبعا بالفقره الاولى فقره الحواريه. اتفضل استاذ ايهاب. عمر يمكن احداث الرياضه العالميه وبدايه من الدوري الانجليزي طبعا والسخونه اللي انت طبعا هتتكلم فيها سواء عدم مشاركه رمضان صبحي ان البعض افتكر انه قد يكون النهارده لاعب اساسي بعد ما ظهر بشكل مميز جدا في المباراه الوديه، كمان السوبر الاسباني بكره انه يعني موجود على الاراضي المغربيه وتقنيه الفار وبعض الامور، اكيد عندك امور كثيره جدا وخلي بالك انا من متابعيك في فقره الكره العالميه. اكيد بعد الفاصل هيكون معانا اللواء احمد ناصر في حوار مميز جدا على هواء الاهلي الليله. اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه
الاهلي وبرنامجكم الاهلي ليله، ولا فقراتنا الحواريه هتكون فقره مميزه جدا، لان نتكلم في حته يعني ناس من الرياضيين ما يعرفوش حتى كلام عنها، ما بالك من الجماهير اللي بتتابعنا وبتتفرج. لكن دايما هنا معاكم في الاهلي ليله بنحط الضوء على كل الملفات، ولما يكون ملف مهم زي ده اكيد لازم نسلط عليه الضوء بشكل كبير. خلوني الاول في البدايه ارحب باللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الاوكسا. اهلا بيك يا معلم. اهلا بيك يا فندم. اكيد هنتكلم عن الاوكسا وايه هي وايه قصتها، لكن نطلع ناخد تقرير ونرجع نتواصل معاكم ومع سياده اللواء. اللواء أحمد ناصر من مواليد 18 أكتوبر 1953 بالقاهرة، يتولى حاليا العديد من المواقع والمناصب الرياضية المرموقة، مثل رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية منذ أكتوبر 2015، ما زال نائبا لرئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية العربية منذ عام 2017، وحتى الآن هو مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للترايثلون الثلاثي منذ عام 2009، رئيس الاتحاد الإفريقي للترايثلون الثلاثي منذ عام 2012، وحتى الآن رئيس الاتحاد العربي للترايثلون الثلاثي منذ عام 2012، وحتى الآن هو عضو المكتب التنفيذي ومسؤول التطوير في العالم للاتحاد الدولي للترايثلون الثلاثي منذ عام 2011، وحتى الآن رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث منذ عام 2005 وحتى تاريخه. هو مستشار الاتحاد الدولي للترايثلون الثلاثي للتطوير للشرق الأوسط وإفريقيا 2010-2011، تولى العديد من المناصب الرياضية، منها على سبيل المثال وليس الحصر الإداري الوحيد بالعالم الذي جمع بين مقعدين في اتحاد دولي بالانتخاب كرئيس للاتحاد الإفريقي للترايثلون بالانتخاب، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي بالانتخاب، المستشار الرياضي للجنة الأولمبية الأمريكية ولملف أولمبياد شيكاغو 2016 في إفريقيا والشرق الأوسط منذ إبريل 2009 وحتى 2011. كان ضمن البعثة الرسمية لملف شيكاغو 2016 للولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس باراك أوباما رئيس أمريكا وسيدة أمريكا الأولى ميشيل أوباما في كوبنهاجن بالدنمارك في أكتوبر 2009، مستشار روسيا في إفريقيا والشرق الأوسط لنهائي كأس العالم 2018 لمدة 3 سنوات، وغير هذا الكثير كلاعب وإعلامي ومسؤول إداري في كل المواقع تجده. أهلا باللواء أحمد ناصر ضيف برنامج الأهلي الليلة. طبعا كل الشكر لفريق العمل على طبعا التقرير المميز، ونمسك الخشب لما يكون معايا ضيف زي اللواء احمد ناصر لازم نمسك الخشب، مناصب رفيعه المستوى، اداء طبعا وسجل رياضي على اعلى شيء في التاريخ، اعلامي كبير، مكانه كبيره جدا. بعتزل انا موجود معاك النهارده. العفو الشرف. والبدايه حبيبك حاببها منين؟ انا يعني انت راجل استاذنا في الاعلام، يعني طبعا لازم اقول لك حابب منين، لكن انا حابب نقول للناس هي الاوكسا، عشان لما نيجي نتكلم ناس كتير حتى الاعلاميين ما يعرفوش يعني ايه الاوكسا. انا اسمح لي اولا اشكرك جدا واشكر فريق الاعداد على الاطراء الجميل اللي حصل ده، واحب اقول لك ان انا اول مره في حياتي بخش قناه الاهلي، فانا سعيد سعيد ان انا في قناه الاهلي النهارده، والحقيقه يعني بتربطني علاقه وطيده جدا بالكاتب الصحفي الكبير الاستاذ الدكتور خالد توحيد طبعا. وسعيد بان انا هنا النهارده لاني بلتقي مع يعني مشاهدي قناه الاهلي،
الأوكسا ده مخلمة فرنسا. الاتحادات الأفريقية على مستوى الألعاب الأولمبية والغير أولمبية والنوعية، ما هيش مقتصرة على حاجة واحدة بس. المهمة لهذه المنظمة هي بتدير الرياضة الأفريقية من الناحية الفنية بالتنسيق مع رؤساء الاتحادات، منها على سبيل المثال رئيس الحصر لسه مخلصين دورة الألعاب الأفريقية للشباب لأول مرة بالحجم المسؤولية الكبير اللي تحملته الأوكسا بالتنسيق مع السادة الرؤساء. في نفس الوقت بيبقى عندنا دورة الألعاب الأفريقية الكبرى واللي إن شاء الله هتقام العام القادم 2019 في المغرب، وكانت هتقام في إكواتوريا الجيني ولكن اعتذرت إكواتوريا الجيني، وشكرا للمملكة المغربية إنها قدرت إنها تنقذ هذه الدورة في 2019. ولكن اتعلمنا من ده درس إن احنا إزاي نخطط لقدام. فالحمد لله من أول ما وقعت الاتفاقية في يناير الماضي ما بين اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية اللي هو الأنوكا اللي هو بيضم كل اللجان الأولمبية 54 على مستوى اتحاد القارة الأفريقية، والأوكسا اللي هو اتحاد الاتحادات الأفريقية، يعني كأن حياتك بالضبط بتقول بالبلد كده للسادة المشاهدين اللجنة الأولمبية والاتحاد الرياضي للعبة. احنا بنمثل الاتحادات الرياضية للعبات كلها الأفريقية، واللجنة الأولمبية بيمثلها اتحاد اللجان الأولمبية. يبقى ايه؟ الحكومة. الحكومة بتمثل في الاتحاد الأفريقي اللي هو الأفريكان يونيون كوميشن، الاتحاد الأفريقي أو مفوضية الاتحاد الأفريقي اللي بتمثل السادة الرؤساء والسادة ملوك أفريقيا. في ده في مفوضية في داخل الاتحادية اسمها مفوضية الاجتماعية، بينزل تحتها الشباب وبينزل تحتها الثقافة وبينزل تحتها الرياضة، بينزل تحتها عدد من الأقسام أو اللجان زي ما بنقول عليهم، وبالتالي بتبقى دي العلاقة أو المثلث الرياضة في أفريقيا عبارة عن الثلاثة دول. فدي الأوكسا ودي بدايتها ودي قصتها، وإحنا النهاردة بننظم ده بشكل أو بآخر ولا نقتصر فقط على إن هي البداية شكلها كبيرة وقديمة، لكن تعرفنا بها في الإعلام هنا جه متأخر شوية، وحتى مع وجود حضرتك ابتدت الدنيا كان فيه قبل كده سيادة اللواء احمد الفولي طبعا كان موجود، ولكن ما كانش فيه ضوء عليها كبير ولا حتى عارفين امكانياتها اداريا، هل لها شكل تنظيم معين بشكل معين، هل لها شكل تنفيذي بشكل معين، ايه دورها بقى؟ احنا كده فهمنا يعني، لكن ايه دورها؟ هقول لحضرتك، هو يمكن ما كان لهاش الضوء ده لان في الوقت اللي كان فيه الاخوه والزملاء، طبعا هو تولاها في الاول خالص اربعه من الساده المختلفين على مستوى العالم على مستوى القاره الافريقيه، ثم تولى لمده 23 سنه السيد مصطفى العرفاوي اللي هو الجزائري اللي كان رئيس الاتحاد الدولي للسباحه وهو الرئيس الشرفي دلوقتي للأوكسا، وثم اتى بعده اللي هو احمد الفولي. يمكن سيد اللواء احمد الفولي قعد مده اللي هي اربع سنوات، ثم انا توليت في من اكتوبر 2015. الحقيقه في الوقت عايزين مش عايزين نظلم حد طبعا مش عايزين نظلم حد، انما عايزين نقول في الاوقات اللي بنتكلم عليها الماضيه دي كان مجلس وزراء الشباب والرياضه الافارقه هو اللي كان متولي الموضوع ده من خلال قسم اسمه قسم الرياضه في مجلس وزراء الشباب والرياضه الافارقه. النهارده بقى الموضوع مقسم ما بين الاتحادات الرياضيه الافريقيه واللجان الاولمبيه الافريقيه، والحكومه بدورها انها بتملك فقط دوره الالعاب الافريقيه للكبار، اما دوره الالعاب الافريقيه للشباب دوره الالعاب الافريقيه الشاطئيه فبتملكها الانوكا او اتحاد اللجان الاولمبيه الافريقيه. الدور اللي حضرتك قلت عليه يمكن انا ذكرت من شويه ان احنا دورنا هو دور نمره واحد اقامه الدورات الكبرى بالتنسيق بعد العقد التاريخي اللي احنا عملناه في يناير اللي فات، وشكرا لمصر وللدبلوماسيه المصريه الحقيقه ان هي قدرت انها تقف بهذه الوقفه القويه في ان احنا نقدر نعيد الحوار ما بين
الاتحاد الافريقي وما بين اتحاد اللجان الاولمبيه الافريقيه اللي كانت قطع لمده 13 سنه. وده معناه انت بتعيد الحوار مع افريقيا كلها بالظبط كده بقوه ناعمه بالرياضه وبشكل كده معين، وفي الفتره اللي فاتت كنا مفتقدين هذا الشكل بالظبط كده. ويمكن ده جه في وقت جميل جدا جدا، وهو الوقت اللي بيحاول سيد الرئيس السيسي ان هو يعيد افريقيا لاحضان مصر من خلال حاجات كتير حصلت في الفتره اللي فاتت، والخطه مستمره والتخطيط موجود مستمر، والرؤيه في ان احنا نرجع افريقيا الينا ونعود الى افريقيا بشكل او باخر بيبقى من خلال وسائل كتير تم طبعاً منها جزء كبير على المستوى العام. لكن زي ما حضرتك قلت كده بالظبط للساده المشاهدين ان الرياضه هي القوى السياسيه الناعمه التي تستطيع ان تحقق ما لم تحققه، والامثله كتير بينج بونج بتاع الصين وامريكا وغيرها من العلاقات. اخيرا كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه في دوره الالعاب الاولمبيه الماضيه طبعا. فيعني اقصد اقول ان الرياضه قوه سياسيه ناعمه يجب ان يتم الاستفاده منها، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي. الحقيقه انا بشكر الوزير الشاب الدكتور اشرف صبحي لانه الحقيقه جه منفتح جدا 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 معانا، عنده فكر وعنده تحضير وايده في المطبخ بالظبط بالظبط. وفي نفس الوقت اللي فيه كان في الفتره اللي فاتت معرفش ليه كان مهمل الملف الرياضي الافريقي يعني لسبب او لاخر معرفوش، يمكن السيد الوزير السابق الوزير خالد عبد العزيز هو اللي كان عارفه، انما ما حدش اخر كان عارفه. انما لما جه السيد الوزير اشرف، ودي الحقيقه الصوره اللي قدامنا دي هي لقاء مع السيده مفوضه الشؤون الاجتماعيه بالاتحاد الافريقي المسؤول تحتها الرياضه، واللي كانت في زياره لمعالي الوزير اثناء تواجدها، وهي تغادر النهارده بالليل الحقيقه من مصر. انا احب اكون واضح شويه، في ربما يكون في مسؤول في مكانه مش مدي ملف اولويه معينه، وفي مسؤول تاني شافه بنظره تانيه، ده ممكن بيحصل؟ والله انا ما اعرفش الحقيقه لان انا ما كنتش في المحك ده، انما انا ما فهمتش ايه السياسه، انما يعني انا فهمت. يعني هل الطلب من حضرتك حاجه، انت حضرتك طلبت حاجه معينه علشان العلاقات المحترمة وعشان تأثير العلاقات، ما شفتهاش مشيت بالشكل اللي انت كنت عايزه؟ خالص كان الموضوع يعني لما نشوف انا صفحة وطويتها، انما اللي انا بتكلم عليه دلوقتي ان هناك وزير شاب واعي ابتدى اول ما جه قعد معانا وقال لنا افريقيا دي نعمل فيها ايه؟ رؤساء الاتحادات اللي عندنا كم كبير من رؤساء الاتحادات طبعا، 19 رئيس اتحاد افريقي من 60 اتحاد افريقي موجود، يعني حضرتك بتتكلم على تلت القاره الافريقيه موجود عندك، والباقي في تواجد داخل الاتحادات ايضا طبعاً. بعيد عن المنصب طبعاً الرئاسي طبعا، بعيدا عن المنصب الرئاسي عندك نائب، عندك امين عام طبعاً. امين صندوق. اجمالي عدد المصريين في الاتحادات الافريقيه 43 من بتتكلم على 60 اتحاد، ف 43 يعني بتتكلم على يعني بتتكلم قوه قويه وقوه ضربه. فحضرتك ازاي ما تقدرش تستفيد منها؟ هو ده اللي الوزير الشاب المحترم الجديد دكتور اشرف صبحي قعد معانا وحطينا سياسه وقدرنا نعرف يبقى السياسه والاستراتيجيه اللي جايه علشان يبقى لينا دور في افريقيا اكبر كده، لان مصر طول عمرها دورها في افريقيا كبير وخاصه في الرياضه بشكل عام. خلينا ناخد من كلمه حضرتك الاولانيه لما سالتني قلت لي ايه الدور كويس. احنا طبعا ده في الاجتماع الاخير اللي بنشوفه ده كان اجتماع الجمعيه العموميه الاخير اللي تم في القاهره الحمد لله، وحضروا كل الاتحادات الافريقيه الرياضيه، اتكلمنا فيه على حاجات مهمه جدا جدا جدا، وهو دورنا الرئيسي. احنا دورنا الرئيسي ليس فقط الرياضه، دورنا الرئيسي هو الرياضه والمسؤوليه الاجتماعيه تجاه افريقيا، وكيف ان نستخدم الرياضه كوسيله من الوسائل لتنميه علاقات وتعزيز علاقات طبعا، وتنميه الفرد وقدراته والتخفيف من الاعباء الاجتماعيه الموجوده بشكل او باخر بادماج الشباب في الرياضه، وكيفيه ادماجهم بشكل صحيح بشكل تطويري، وكيفيه استفادتهم منها، وكيفيه تنميه عقولهم على المستويات المختلفه. وزي ما حضرتك بتشوف هناك عديد، يعني اللي جنبي قاعد جنبي ده النائب الاول اللي هو مبانك داناي، ده وزير الشباب والرياضه السنغالي، وفي نفس الوقت اللي فيه هو النائب الاول للأوكسا او الاتحادية الكونفدرالية الرياضية الافريقية ورئيس الاتحاد الافريقي للسلاح. الحقيقة عايز اقول ان الكم اللي موجود من الاهداف اللي احنا حاطينها كاتحادية
بالتنسيق طبعا مع كل الساده رؤساء الاتحادات اللي حضرتك بتشوفهم ومش عايز انسى حد منهم يعني بصراحة. لان هم يعني حاجه واضح جميلة. ان في حرص على الحضور يعني طبعا واضح ان في حرص شديد جدا على الحضور طبعا الحمد لله والحمد لله مش مصريين بس انما كل الساده اعضاء الجمعيه العموميه كانوا موجودين سواء كان من الدول الاخرى او من عندنا والحمد لله رب العالمين احنا ماشيين في خطه طموحه وكويسه مع وزاره الشباب والرياضه في بروتوكول ما بين الأوكسا وما بين وزارة الشباب والرياضة المصرية في مش بس مقتصر على الرياضة إنما على الشباب وعلى الرياضة تم اللقاء اللي ما بين معالي الوزير أشرف صبحي مع السيدة المفوضة الوزيرة أميرة الفاضل كان بخصوص إن احنا إزاي نقدر نخدم الشباب الأفريقي وخصوصا إن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي السياسي 2019 يعني سيادة الرئيس هيبقى رئيس الاتحاد الافريقي السياسي اعتبارا من 2019 علاوه على ان مصر اوريدي في اتفاقيه الترويكا الافريقيه من 2018 ل 2020 فكل ده طبعا بيخدم على الرؤيه الرئيسيه لمصر في كيفيه احتضان افريقيا في داخليتها وهنا الرياضه بتلعب الدور الكبير اللي حضرتك طبعا الدور الكبير والدور المميز يمكن في طفره في الالعاب الافريقيه بشكل عام ودايما في النظر افريقيا اختلفت يعني النظر افريقيا اختلفت النهارده افريقيا خلاص حاطه رجليها في مقدمه الرياضه في كل الالعاب الطفره دي هل ممكن يحصل نوع من المعسكرات المشتركه من التبادل المشترك امتى نشوف مصر هتنظم البطولات بقى الكبيره اللي وحشتنا استضافتها على الاراضي المصريه والله يا فندم ده بيتم بس بيتم على اسلوب الاتحادات كل اتحاد لوحده اتفقنا الساده رؤساء الاتحادات واتفقنا مع السيد الوزير ان احنا هنعمل اجنده افريقيه رياضيه تكون موجوده في مصر بشكل او باخر بحيث ان هي يبقى ملقى عليها الضوء لان في فعلا فعاليات كتير افريقيه بتتم في خلال الفترات اللي فاتت ولكنها غير ملقي عليها الضوء نظرا لسبب او لاخر برضو ما نعرفوش لكن النهارده الامور بقت واضحه جدا جدا احنا بنعمل ايه سيادة الوزير حصل ان احنا قعدنا في جلسة في لجنة الشؤون الافريقية وده كان بعد تولي سيادة الوزير بمدة اسبوع وتمت مواجهة سيادة الوزير بما تم من اتفاقات من قبل او وعود من قبل من وزارة الشباب والرياضة وللأسف لم تنفذ ووعد سيادته بان هي سيتم تنفيذها ان شاء الله تم ايضا التنسيق مع وزارة الخارجية اللي بشكرها الحقيقة جدا جدا على تشريفها لينا وعلى ان هي قدرت ان هي تشرفنا في كل المحافل وبتدعمنا في كل المحافل اللي بنشتغل فيها سواء كان على مستوى الاتحادات الافريقية او البعثات بتاعتنا الافريقية اللي بتسافر او البطولات الافريقية اللي بتتم في دول او لمقرنا اللي موجود في الكاميرون في ياوندي يعني اقصد اقول هناك تنسيق قوي جدا والحمد لله رب العالمين انه بدا في التفعيل هنتكلم فيه ولكن معانا على الهاتف واحد من الوجوه الرياضيه المصريه اصحاب القوى الناعمه لمكانته الافريقيه ومكانته المصريه الاستاذ سيف حامد رئيس الاتحاد الافريقي للهوكي تحياتي لحضرتك ايهاب الخطيب وتحيات اللواء احمد ناصر اهاب باشا ازيك يا حبيبي ازي حضرتك ربنا يخلي حضرتك وحشنا واهلا باللواء اللي مشرفنا مطور رقبتنا العفو يا فندم البركه فيكم الله يخليك دايما أمور. بنتكلم على وجود شخصيات مصريه بارزه من الرياضه المصريه بتتبوأ مقاعد على مستوى القاره وبنتكلم على القوه الناعمه للرياضه بوجود حضرتك على مقعد رئيس الاتحاد الافريقي للهوكي واعتقد ان دي حاجه مهمه جدا واعتقد دي بتساهم بشكل كبير جدا في الفكر اللي اتاخرنا فيه شويه والان نحن على مقربه كبيره جدا لاستعاده ما افتقدناه في القاره الافريقيه وخاصه من خلال قوى ناعمه ومحترمه وشخصيات مصريه مؤثره في الرياضه الافريقيه. الحمد لله كابتن ايهاب ان احنا النهارده كلنا قريبين من بعض كرؤساء اتحادات افريقيه او كاوكسا او اللجنه الاولمبيه المصريه لاننا كلنا حاطين هدف معين ان احنا لازم نرجع مصر لافريقيا وترجع لمكانتها الاصليه. والحقيقه احنا ما بنتاخرش خالص على اي حاجه بالنسبه لافريقيا. حتى اللي هو احمد ناصر احنا بنديله كارت بلانش نتكلم باسمنا في اي حته وعلى طول بندعمه.
اللي حصل مثلا في البطولة اللي في الجزائر، الجزائر أساسا ما فيهاش هوكي لبطولة الشباب اللي لسه خلصة، عملنا فيها هوكي ودعمنا الهوكي في الجزائر، وكان في في البطولة 11 واحد مصري بينجحهم دور بطولة الهوكي في دورة اللعب الأفريقية اللي هو أحمد ناصر كان موجود في أثيوبيا وكان قاعد على بيتكلم مع السيد وزير الشباب هناك، وانت عارفين طبعا علاقتنا بأثيوبيا ونشرب مياه واحدة وكلمهم وكلاني أكلم الوزير على أساس إن إحنا نعمل هوكي ونعمل لهم ملعب في أثيوبيا ونبعت لهم أدوات ونبعت لهم مدربين وأخصائيين. فالحقيقة إحنا حاطين خطوات دي حلوة وممتازة، لكن ما بنحسش بيها، ما بنسمعهاش، ما عليهاش الضوء المطلوب. رغم إن في مجهود، يعني في مجهود وفي شغل. والله في مجهود وفي مصروف كبير جدا ومجهود جبار، بس الإعلام متحيز شوية لبعض الرياضات أو الرياضيين. ده مظبوط، ولكن عندما تصل الأمور للإعلام ما بيأثرش، لأن خلاص النهاردة أصبح في وعي إعلامي. أنا من أسعد الناس أن قناة الأهلي النهاردة جايبة موضوع بعيد خالص عن كرة القدم والبطولات الكبيرة اللي بيحققها النادي الأهلي، لأن فعلا حاجة زي الأوكس وزي الاتحادات الأفريقية ورؤساء أهل موجودين في مصر لازم يتحط عليها سبوت لايت، لازم يتحط عليها النور شوية عشان الناس تعرف إن إحنا بنعمل إيه. في ناس فكرة إن إحنا بنتفسح في أفريقيا. أفريقيا الحقيقة للأسف الشديد مش بلاد عاطفية إن أنت تروح تتفسح فيها، إحنا بنتعذب فيها، انما بنحاول نعمل حاجه. خلينا نقول طبعا اصل هي يعني قارتنا وهي دي ظروفها، وحتى لما بنكون موجودين في بعثات وبنسافر يعني هم بيزعلوا على فكره ساعات لما بنتكلم نقول عندهم بعض الامور الصعبه، لكن بالعكس هو ده واقع، واعتقد ان الكل بيساعد، لكن برضه عايزين نتكلم على الواقع الداخلي شويه والهوكي داخل مصر وظروفه، واحيانا كتير جدا ما في تلابس حوالين يعني فرق معينه ما بتاخدش الدعم بتاعها، واننا بعيد شويه يعني تزويد قاعده الممارسه شويه والمنافسه في الهوكي. إيهاب باشا انا هدي لك مثل بسيط. اتفضل. ملعب الهوكي الاساسي في مصر لاستاد القاهره غير صالح لاستخدام ادمي بقاله 10. لا نعيد تاني الجمله دي، معلش نعيد تاني الجمله دي. استاد الهوكي الاساسي الرئيسي في القاهره داخل هيئه الاستاد ارضيه الملعب غير صالحه لاستخدام الادمي بقالها 10 سنين. هذه السجاده حط في الاستاد سنه 98 وكانت للاسف تتغير سنه 2008 مخليه مصر ما تقدرش تستضيف بطولات، ما تقدرش تدرب فرقتها كويس، ما تقدرش تدرب ناشئينها كويس. القاهرة ده هي الرئة الأساسية للتنفس الهوكي في مصر وبالتالي في أفريقيا، مخلية الريادة لجنوب أفريقيا. يا كابتن سيف لما يبقى معايا رئيس الاتحاد الأفريقي ومعايا رئيس الأوكسا قاعد قدامي، أقدر أسألهم مين المسؤول؟ اللي مسؤول عن هيئة الاستاد. لا، اللي مسؤول عن الموقف. انا مش هجيب الراجل اللي موجود دلوقتي واقول له انت اللي مسؤول دلوقتي. لا، اللي مسؤول عن اللي يعني ماذا قدمنا وليه ما عرضناش المشكله دي اللي بقالها 10 سنين. يعني هو اتقدمت في خلال ال 10 سنين طلبات كتير للوزاره علشان تجدد سجاده الملعب. لكام وزير حضرتك قدمت؟ عادي يعني من غير ذكر اسماء، بس قول لي لكام وزير. يعني لا ابدا، نقول لخمس وزراء. خمس وزراء. ولا وزير اتحرك. ولا وزير لسه بقى ما قدمناش للدكتور الوزير الشاب الجميل، لسه هنقدم له هذا الطلب. وانا كنت لسه النهارده في اجتماع في الاتحاد المصري الهوكي وطلبت. يا ريت انا بستاذن حضرتك وانت بتقدمها للدكتور اشرف صبحي ترفق له ليها صور الطلبات اللي فاتت. بجد والله. والله بجد. الله يفهم. ان شاء الله. لا كمان يا ايهاب باشا، الفترة دي تم تركيب نجيل صناعي في ملاعب كتيرة جدا لكرة القدم على مستوى جمهورية مصر العربية. طبعا مراكز الشباب والأندية. طبعا كنا عايزين ملعب واحد. ما أنا بقى عايز أقول إيه؟ هنا نزود هنا ونزود هنا، ما ناخدش من هنا نحط هنا،
يعني يعني لما نزود في حاجه كويس برضو بدل ما ناخد منها، لكن من حق الالعاب الثانيه برضو انها يتعمل لها المساحات. يعني لما شركه او جهه تعمل 1000 ملعب كوره اقول له طب وركب لي على حسابك انت يا عم ملعب كويس، يعني جنبها ملعب هوكي، صاله مصارعه، بساط للعبه معينه. لا ما هو لازم كله مع كله. لازم كله مع كله الحقيقه. طب لو حضرتك تحب تقول حاجه اللي هو احمد ناصر عشان ايه احنا روحنا في حته كده يعني. تفضل اللي زقاني في الميه تفضل. احنا يعني قلبا وقالبا مع حضرتك وان شاء الله هنقف قعدتنا في ظهر حضرتك ومع الاوكسا في ان احنا نساعد المغرب في عمل البنيه التحتيه في الالعاب اللي هي مش موجوده عندها امكانيات، ونبعت لهم الدعم ونبعت لهم مدربين وادوات علشان نرفع من مستواهم حتى يكون تمثيلهم مشرف هم كمان في البطوله الالعاب الافريقيه اللي جايه ان شاء الله. وانا احب اشكر حضرتك قدام جمهور الاهلي كله على اللي حضرتك بتعمله مع الاوكسا وجمهور مصر كمان مش جمهور الاهلي بس، عشان بس ايهاب بيه ما يقولش بس جمهور الاهلي بيتفرج عليه والوطن العربي كمان، الدنيا كلها بتتفرج عليه طبعا طبعا. وانا بمناسبه قناه الاهلي اتفضل يا فندم. انا في دوره كنت عضو لجنه الاولمبيه لما كنا بنحضر ملف اسكندريه لاستضافه العاب البحر المتوسط اللي راحت تراجونا، فكان معانا في الناس اللي كانت جميله معانا في هذه اللجنه كان الاخ العزيز الاستاذ خالد بوتك طبعا، وكان في عضو مجلس اداره الاتحاد النادي الاهلي، وقلت له باشمهندس خالد لو الهوكي رجع في الاهلي لانه كان موجود واتلغى في 67 ونحطه في الشيخ زايد ان شاء الله هكون كفيل بان انا اعمل ملعب للنادي الاهلي، والنادي الاهلي لو رجع الهوكي دي الهوكي هيحصل فيه طفره كبيره وفي لاعبين كتير جدا هتروح له، وان شاء الله لو ده يعني لو عملنا هذه الخطوه هتكون نهضه جباره للهوكي. اشكرك الاستاذ سيف حامد رئيس الاتحاد الافريقي لو شكرا لحضرتك. مداخله مهمه طبعا فادتنا في ابعاد كتيره جدا، لكن بيبقى عندنا من القدرات اننا بوجودنا في المقاعد الدوليه الكبيره والقاريه اننا بنشوف بنتكلم في اثيوبيا بنتكلم في المغرب بنتكلم واحنا عندنا جوه البيت في بعض الحاجات كده اللي ممكن برضو نتعامل فيها لاستضافه البطولات. بص يا استاذ ايهاب انت ترتيب البيت من جوه دول زمايلنا رؤساء الاتحادات، مش معنى ان انا ابقى رئيس اتحاد افريقي يبقى لازم ابقى رئيس اتحاد مصري. مزبوط. يعني المثل مثلا الاستاذ سيف حامد رئيس الاتحاد الافريقي للهوكي بيبقى عليك حرج لما تيجي توظف في بلدك اكتر يقول لك يعني انت المفروض تراعي هنا وهنا، وده برضو في الحسبان. تمام ده جزء. الجزء الثاني عايز اقول ان الدور اللي بيلعبه الساده رؤساء الاتحادات الافريقيه في الالعاب المختلفه دور كبير، بمعنى زي ما تفضل كده أخونا الأستاذ سيف حامد وقال الجزائر بنينا لها اللعبة كلها من أولها لآخرها بالتفاهم مع الإخوة والأشقاء من الجزائر، سواء كان السيد وزير الشباب والرياضة أو السيد رئيس اللجنة الأولمبية السيد مصطفى بيرف أو السيد محمد حطاب رئيس وزير الشباب والرياضة هناك. الحقيقة الأمور كانت يسرة جدا وسلسة بأن الهوكي عمل دور كبير جدا 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 انه ادخل اللعبه عمل فريق في خلال 6 أشهر والفريق نافس مع بقيه الفرق في دوره الالعاب الافريقيه، هي دي الليجاسي او هو ده الاثر اللي احنا بنسيبه. طيب ده جزء. الجزء الثاني تعالى على الكره الطايره وهتكلم على واحد اهلاوي الدكتور عمرو علوان. الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي للكره الطايره راح رواندا عمل لهم صاله. شوف ده تاثيره شكله ايه؟ وصلاة وإمدادات وكور ودوري يعني أقصد أقول أثر فيهم تأثير فعال طبعاً. ورئيسي. أخونا لعبة غير أولمبية الأستاذ محمد أماح رئيس الاتحاد الأفريقي للبلياردو لمجرد أن احنا قلنا له عشان نعمل لعبة البلياردو في الحتة الفلانية هتعمل إيه؟ قال حدي ترابيزات وحبعت كوتشات وحعلم مش عارف إيه وهناخد الكلام ده على حسابنا ولا آخر الكلام ده كله بتسيب أثر في الدولة اللي انت بتعمل فيها الكلام ده، فاحنا بنأثر من خلال ده كمجموعة وده اللي بيحصل دلوقتي بالتنسيق ما بيننا وما بين
وزارة الشباب والرياضة مع الدكتور أشرف صبحي، ومع أنه خلق جزء خاص بأفريقيا والعرب في الوزارة دلوقتي بيتعامل في هذا الموضوع علشان ميقن مدى الأهمية ورؤية مصر. المحور ده مهم قوي، لأن أكيد أجندة التعامل بينكم وبين وزير الشباب والرياضة هتبقى يعني فيها عدة نقاط مهمة جدا جدا، خاصة واحنا بنتكلم عن الاستعادة الأفريقية. صحيح صحيح. وبرضه مش عايز انكر الحقيقه دور اللجنه الاولمبيه المصريه لما كان في هناك جزء من المقاومه في وجود الاتحادات الافريقيه، اللجنه الاولمبيه وقفت معانا المهندس هشام حطب، والحقيقه ادانا مقر موجود دلوقتي، وزاره الشباب والرياضه بتقنن لنا هذا المقر مع اللجنه الاولمبيه. انا بشكر المهندس هشام حطب ومجلس ادارته الحقيقه اللجنه الاولمبيه المصريه على اللي عملوه، وانا مش بتاع اطراء يعني، اعتقد حضرتك عارفني، الناس عارفيني، انا لا بتري على حد، والحمد لله لا اريد منكم جزاء ولا شكور، انا بعمل ده للبلد، ولا انا بدور على مصالح، ولا انا بدور على مناصب، ولا انا عايز حاجه من دي خالص. الحمد لله رب العالمين احنا بنعمل لبلدنا، لان احنا متربيين في مؤسسه محترمه، المؤسسه العسكريه علمتنا على الولاء والانتماء للبلد، وعلمتنا على ان احنا في اي موقع اي مكان لازم نخدم فيه، انما الشغل الجماعي هو ده الشغل المطلوب طبعاً. عشان كده احنا بنوحد ده. وبرضو سعيد جدا 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 بأن يكون هناك فتحت قنوات التواصل مع وزارة الشباب والرياضة، قنوات التواصل كانت مفتوحة مع اللجنة الأولمبية وما زالت مفتوحة مع اللجنة الأولمبية. فعايز أقول أن الرياضة في مصر هي دي إدارتها، اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة. إذن ليس هناك تقصير من البلد على أن تحتضن أفريقيا من صورة الأكسة. الحديث بيمتد لترتيب البيت والدولاب من جوه، الدولاب الرياضي، اذا كان بدا بقصه قانون الرياضه، واذا كان في بعض الامور لسه محتاجه لتعديلات، ويمكن المعركه اللي بتظهر في الفتره اللي فاتت على قصه الاتحادات والتحكيم الرياضي والبعض اللي عليه كلام، بتشوف الموضوع ده ازاي؟ استاذ ايهاب انا عايز اسالك سؤال، معلش خليني انا اخد الدور الثاني بقى. اتفضل. الدور الاول. لا لا العفو، الدور الثاني، الا وهو اما انا احط نفسي في موقف زي ده لازم اسال، هل لما اعمل قانون هيعجب الكل؟ استحاله طبعا، لازم هيبقى فيه مؤيد ومعارض. واحد طبعاً. اتنين، هل في قانون انزل؟ مفيش حاجه اسمها قانون انزل. قانون لما بيتغير بعد هذا العمر، قانون 77 سنه 75 يتغير بعدها النهارده في سنه 83 عفوا احنا في سنة كام؟ في 2018. 2018 السنة اللي فاتت 2018 اتغير في 2017. يعني عايز اقول يجب ان يكون هناك اخطاء، ولكن تدارك الاخطاء دي هو ده الاساس، يعني لازم يتعمل عليه كونسورتيوم صح ويدرس صح، لان لازم من خلال الممارسة هيكون في اخطاء. لكن عايزين نقول للحاجة التانية بقى، هل تصلف اعضاء البرلمان وقالوا لا مش هنغير؟ ما حصلش. هل اللجنة الأولمبية تصلفت وقالت لا مش هنغير؟ ما حصلش. هل الممارسين طلعوا حاجة جماعية كده مع بعض وقعدنا مع بعض وعملنا ندوة وقلنا يا جماعة احنا ايه اللي مختلف هنا ويجب ان احنا عايزين نقترحه للتغيير للأحسن وإلى آخره؟ مين هياخد قانون معاه؟ ما هو اللي موجود ده موجود، مثلا لو موجود اربع سنين، لو لجنه اولمبيه رئيس موجود اربع سنين، ولو نجح انه يكون ان شاء الله رئيس لجنه اولمبيه اللي جايه مثلا هيقعد اربع سنين كمان او اربع سنين، وهطب انما ليه وقت وهيمشي. مظبوط. اذا هو بيعمل لمين؟ ما بيعملش لنفسه، بيعمل للبلد. اذا احنا لازم ندور على دي، انما احنا في لازم حضرتك عارف بصفه مستديمه لازم يطلع لك حد يقول لك اكيد لا في غلط. في ناس كده، في ناس اني اعترض اني اعترض بس من غير اي سبب ودوت، مش هكمل غير كده يعني. ان اعترض وعجله رياضه مستمره والاستعدادات لطوكيو 2020، وفي وسط الاستعدادات دي دايما كل فتره بتشوف مشاكل العاب فرديه، والالعاب الفرديه هي الالعاب الاقدر لحصد الميداليات في الفتره اللي فاتت. شوف كم من اللاعبين يسعى للتجنيس، وكم من اللاعبين يشكو التجاهل، وكم من اللاعبين بيتكلم في خلافات تحس انها مش موجوده غير في المجتمع الرياضي المصري. فهل عندنا بعض الافات اللي لازم نتخلص منها علشان نلحق نواكب وندخل ونكون عندنا استعداد بدري؟ وان كان كلامي ده متاخر على استعداد طوكيو، ولكن هل ممكن تكون في بدايات حقيقيه علشان نتواكب في هذا الامر؟ استاذ ايهاب اسمح لي بس اصحح حته مفهوم صغير كده، لو سمحت لي ان انا اقول اصحح يعني. فضل. مفيش حاجة اسمها اني انا
مصر بس اللي فيها هذا الموضوع. ما فيش حتة في العالم ما فيهاش هذا الموضوع. ده وضع طبيعي. لكن كيفية التغلب عليه؟ أقصد لما يجي مثلا لعيب يقول لك أصلاً استبعدوني عشان واحد وأنا رايح أتجنس وأنا مثلا في لعبة المصارعة. يعني وإن كنا نرى إن الشفافية مطلوبة وإن أكيد اختيار ولادنا من الأبطال ده في نزاهة تامة. بس لما يطلع لعيب يتكلم في الحتة دي لازم نقف عندها. بص يا فندم، المنظومة الرياضية أنا طول عمري كراجل لعيب كنت ملتزم. لو أنا اختارني الكوتش يبقى أنا أهل في هذه البطولة أن أنا أخش. ما اختارنيش الكوتش يبقى أنا مش أهل لهذه البطولة أن أنا أخش. إنما بقى ما رأيش عيلتي ويروحوا يشتكوني ويشتكوا لوزارة الشباب والرياضة ويشتكوا اللي مش عارف مين ويكتبوا في الجرايد وده صاحبه فلان يقوم مطلعه وده صاحبه علاني يقوم مطلعه. ما بقتش رياضة. مزبوط. أنا بقول يعني طول عمري لما بمسك منصب رياضي بجيب الناس، بجيب الأهالي وأقعد معهم، بجيب اللعيبة وأقعد معهم، بجيب المدربين وأقعد معهم، بجيب الاستاف والزملاء اللي بنشتغلوا مع بعض وأقعد معهم ونتفق على سياسة عامة، عدم التدخل في سياسة الجهاز الفني والإداري بأي شكل كان. ده يعني يقولوا عليه استغفر الله العظيم يا رب زي الصراط المستقيم، يعني لازم تمشي عليه بالظبط عشان تنجح. صح. عشان تنجح. والأمثلة كتير جدا جدا وبتضرب كتير جدا. ده واحد. اتنين، المنظومة الرياضية اللي حضرتك اتكلمت عليها دي كبيرة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان مسؤولية الاتحاد بتنصب بعدها مسؤولية اللجنة الأولمبية، وتخرج منها مسؤولية الاتحادات الأفريقية، وتخرج منها مسؤولية الاتحادات الدولية، وتخرج منها اللجنة الأولمبية الدولية اللي بتنظم دورات الألعاب الأولمبية، ويخرج منها بطولات العالم في حالة تنظيم بطولات عالم وليس في ألعاب أولمبية. أدي المنظومة. تمام. النهاردة إحنا طب أنا دوري إيه بقى في دورة الألعاب الأولمبية اللي جاية؟ الاتحادات الأفريقية عندها لعيبة potential promising من الممكن أنهم حققوا ميداليات. أقوم أنا جاي أعمل إيه بقى؟ هنعمله ده مع الأنوكة إن شاء الله في الربع الأولاني من السنة الجاية، وده التخطيط اللي إحنا المفروض دورنا فيه. كويس. إحنا كفنيين بندور على التدريب على المرتفعات، يجب أن يكون هناك في سيمينار للمدربين للعيبة الواعدين اللي هيخشوا إن شاء الله احتمال يجيبوا ميداليات في الدورات الأولمبية. الطب الرياضي، النيوتريشن أو التغذية، والكوردينيشن التنسيق ما بين بعضهم وبعض، والأمثلة اللي تمت على كده. جميل. طيب ده هنجيبه منين بقى؟ هنجيبه من اللي سبقونا في هذه الخبرة، سواء كان على مستوى أمريكا، على مستوى أوروبا، على مستوى الشرق الأقصى. الناس دول اوريدي احنا حاطين ايدينا عليهم. التنسيق ده بيتم ما بيننا وما بين الاتحادات الأفريقية واللجان الأولمبية الأفريقية اللي بتسعى انها تعمل كده. طيب اللجان الأولمبية الأفريقية تابعة للجنة الأولمبية الدولية، هل رصد حاجة للموضوع ده؟ رصد $1,000,000 علشان اللعيبة المحتمل ان هم يحققوا هذه الميداليات. طيب هيعملوا ايه؟ هيعملوا معانا كفنيين، واحنا هنجيب الناس الخبرة ونعمل هذا المؤتمر الكبير ويبتدي يستفيد منه هذه المجموعة. هل سنقتصر على كده؟ لا، هنعمل حتة التنسيق اللي ما بيننا وما بين المعسكرات الأوروبية والمعسكرات للشرق الأقصى والمعسكرات في أمريكا لولادنا الأفارقة. جميل. اللي موعودين إن هم إن شاء الله بإذن الله يحققوا مستوى. حلوة. إذن مش الدولة بس اللي بتفكر، إحنا كمان كاتحادات أفريقية ومجموعة اتحادات طبعاً. مجموعة اتحادات أفريقية بالتنسيق معهم، لأن طبعاً أنا ما ينفعش إن عدد من الاتحادات ما عندهاش القدرات المالية إنها تعمل ده. بالضبط كده، بالضبط. فإحنا بنحاول نعمل ده بالتنسيق مع الأنوكة اللي واخدة جزء من اللجنة الأولمبية الدولية عشان هذا عشان هذه القصة بالذات، وإحنا كفنيين بننفذه معهم، والاتحادات واللجان الأولمبية والحكومات بتبقى مع بعض في هارموني او تناسق او توافق ما بينها وبين بعض من اجل مصلحه الرياضه في افريقيا والقدره على اظهار الافارقه. ما انت شايف حضرتك الافارقه عاملين ايه في الكوره؟ طبعا في كل حاجه. دي فريق الفريق اللي فاز بطوله كاس العالم اللي فاتت، فرنسا عندها عدد كبير. طبعا مثلا طبعا شوف ببقيه الالعاب بقى، مش كده بس، شوف بقيه الالعاب الافارقه عاملين ايه. لا هو انا يعني مثلا كمثال على الفرق اللي كانت موجوده في المربع الذهبي، إذا كنا نتكلم في فرنسا 9 جنسيات، في بلجيكا 17 جنسية. يعني خلاص برضو الرياضة هي وخلي بال حضرتك الرياضة المكان الوحيد اللي بتجمع فيه كله.
يتجمع فيه بدون انتماء عرقي ولا ديني ولا سياسي. دي حاجة لوحدها هي محافظة على الحتة. عشان كده أنا هاخد منك تايم أوت وأقول إحنا برضو تحركنا من مسؤوليتنا وعاملين حاجة اسمها أوسكار رياضة الأفريقي. سيتم فيه إن شاء الله بإذن الله في ديسمبر هذا العام سيتم فيه تكريم اللاعبين القدامى اللي قدموا لأفريقيا على المستوى الأولمبي والمستوى العالمي على جميع المستويات وعلى جميع الألعاب. بنتكلم على الألعاب الأولمبية طبعاً. بالذات طبعاً. الجزء الثاني البطولات الكبرى اللي تم تحقيقها من خلال الأبطال الحاليين ولكن مش احنا اللي هنقول عليه الرياضي يعني عايزين نقول الرياضي أكبر رياضي صاحب ألقاب في أفريقيا ده هيتم الاستفتاء عليه من الجمهور والنقاد والمتخصصين. فأقصد أقول وداخلين طبعا على مين من الشركات اللي بيدعم الرياضة في أفريقيا أكتر مين من القارات الأخرى أو من رجال الأعمال الآخرين اللي بيدعموا الرياضة في أفريقيا يعني عاملين منظومة اسمها منظومة التكريم. بحث الموارد برضو لا ما هو يعني بحث الموارد ده هيتم فيما بعد إنما دلوقتي إحنا الهدف بتاعنا يعني حضرتك بتطلع ناحية تجارية معاك بحييك إنما في نفس الوقت لا يعني أقصد أنت النهاردة عايز تكرم وعايز تفتح مجالات فبالتالي بتشوف استثمار فيها أكيد. عشان تعرف تجيب عائد كويس حتى التكريم أكيد. يكون له معنى بعيدا عن الورقه اللي بتبقى للذكرى افريقيا لا 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 في جوائز ماليه في جوائز ماليه للناس اه طبعا مش قد ان انا بتوع الكوره وكلام من ده تمام. انما في نفس الوقت اللي فيه كوره معانا يعني الاتحاد الافريقي لكره القدم معانا اتحاد اللجان الاولمبيه الافريقيه معانا واحنا كاتحاد الاتحادات الافريقيه ان شاء الله هنبقى في منظومه واحده مع بعض في هذه الجائزه وطبعا ما ينفعش يكون نسختها غير في مصر اول نسخه لان مصر بدات واضح في دوره الالعاب الافريقيه اللي فاتت للشباب ما شاء الله 199 ميداليه وحظ ما شاء الله الاهلي فيها حدث ولا حرج طبعا. فيعني عايز اقول لك ان 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 بما ان ده بيحصل لازم تبقى الطبعه الاولى موجوده في مصر باذن الله وبنطمع ان سياده الرئيس ان شاء الله يبقى يعني تحت رئاسته ويا رب ان شاء الله نتشرف بوجود فخامه الرئيس معانا في هذا التكريم إن شاء الله. لانه حدث رياضي افريقي كبير ان شاء الله. يمكن حضرت مؤتمر الشباب الاخير وكان في تكليفات مهمه للدكتور اشرف صبحي من سياده الرئيس طبعا وواضح اهتمامه كبير جدا في الملف الرياضي يعني فيه اهتمام من الدولة واضح بتعليمات واضحة وصريحة في مؤتمر الشباب تمام. أنا الحقيقة عايز أقولك يمكن شهادتي مجروحة شوية مع الدكتور أشرف لأن الحقيقة بحبه مش على الصعيد الإنساني بس إنما على الصعيد العملي لأن أنا احتكيت بيه وهو ماسك استاد القاهرة الدولي ومع أكتر من حد من السادة الوزراء وكان احنا عندنا موقف كده بتاع الترياتلون في ان احنا المقر بتاعنا مقر الاتحاد الدولي والمقر الافريقي والمقر العربي شفت قد ايه ان الراجل ده حريص وطنيا مش بقى مهنيا وانه وجوده وحاول يدور على كل الوسائل اللي بيها لما يجي يعرض على مجلس اداره هيئه الاستاد انه لازم يقول اه يكون في قبول لازم يقول اه يعني بيدور على دي وفضل يدور عليها ونقعد مع بعض في جلسات ويجيب الناس ويجيب بتوع الشؤون القانونيه ويجيب مش عارف مين ويجيب مش عشان علاقه بيني وبينه لا ده عشان مصر خدت بال حضرتك ازاي وبالتالي قدرنا ان احنا الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي واتحاد البحر المتوسط والعربي ان يكون له مقر في الاستاد من الحكومه المصريه يعني هو ده اللي انا بتكلم ده جزء الجزء الثاني انك بتكلم حضرتك على المصادر التمويليه اللي هي الجديده اللي ابتدى يعملها يعني من يومين ثلاثه عقدت وزاره الشباب والرياضه عقد رعايه لعدد من اللاعبين هو ده التفكير اللي خارج الصندوق اللي بنبتدي نفكر فيه بالزبط. واللي الحكومه عايزاه وعايزه تخصخص فيه الرياضه ابتدينا نتكلم على ازاي الاتحادات الرياضيه تنتقل الى انها ما تعتمدش اعتماد كلي على الحكومه لكن في نفس الوقت اللي فيه ازاي ده يتم يعني ما ينفعش ان انت تقول لي منك للسبونسرز ولا منك للرعاة ولا منك مش عارف للشركات الإعلانات وانت ما تعرفش تديرها فانت لازم تعلم الناس اللي موجودة طبعًا. لازم يكون عندها القدرة اما تدخل شركات زي ما القانون ابتدى يسمح بيها فأقصد اقول انا متفائل من خلال التكليفات اللي تمت من سيادة الرئيس وشايف ان الدكتور أشرف صبحي ما شاء الله عامل خلية من مش بس الخبراء انما الخبراء والشباب وبيحاول حقيقه يستفيد من كل الناس اللي موجوده وربنا يا رب يكون في عونه لان الموضوع برضو مش سهل يعني. طبعا الموضوع سهل ومش سهل وبعدين التركه ثقيله طبعا جدا لكن طبعاً. هو احنا متفقين اللي هو عنده اليات وعنده رؤيه معينه.
بذكر دورة الألعاب الأفريقية بالجزائر والأرقام اللي حقق لعبه النادي الأهلي، يمكن يوسف عمارة لاعب السباحة الفائز مركز الثالث دورة الألعاب، وسندي أيمن لاعبة السباحة الفائزة بثلاث ميداليات، وميار محمد جابر أيضا الفائزة بمركز الثالث دورة الألعاب الأفريقية بالجزائر. يعني أرقام كتير وميداليات كتير، سواء كنا بنتكلم في جمباز، سواء كنا بنتكلم سباحة، في سباحة، سواء كنا بنتكلم في كاراتيه، يعني أسماء في كبيرة، في الكرة الطايرة، في طبعًا الألعاب الجماعية أكيد في طبعا. ففي يعني النادي الأهلي أيضا شريان كبير جدا للألعاب في مصر وللمنتخبات وعلى منصات التتويج الأفريقية. الأهلي أحد البيوت الرياضية، مش هقول أندية، بيت الرياضة اللي بيشمل العديد من اللعبات، أشتهر بالأكثر في كرة القدم، ولكن هناك ألعاب أخرى هو مؤثر فيها. مش بقول كده عشان أنا في قناة الأهلي، ده كلام، دي حقائق. وفي نفس الوقت اللي فيه طبعا باقي الأندية اللي موجودة فيها نسب، إنما أنت بتدور على النسب الأعلى فين، بتدورها في الأندية الكبيرة. ده واحد. اتنين، من الحاجات اللي دايما بنعتمد عليها في الاتحادات الرياضية أن يكون هناك مؤسسات وأندية. مؤسسات عندنا شرطة وجيش، والأندية عندنا الأهلي والزمالك والإسماعيلي والسبورتنج وسموحة، وأعداد كبيرة من الأندية اللي بتفرخ أعداد من الناس، وبتعمل بقى أكاديميات وبتخدم أعضائها وبتخدم مصر من خلال خدمة أعضائها إلى آخره. فأعتقد أن النادي الأهلي مدرسة في قصة بيت الرياضة، اللي أنا بسميه بيت الرياضة بشكل عام، وتنسيقه ودخول نسب عالية الحقيقة من ولاد الأهلي في المنتخبات القومية هو ده أكبر دليل. يمكن الأستاذ سيف حامد رئيس الاتحاد الأفريقي للهوكي، يمكن وإحنا بنتكلم حط كده إيده على جزء مهم جدا من وجهة نظري، وهو إمكانية إنشاء الملاعب والصالات في المحافظات وفي الأماكن المتعددة، أسوة بإنشاء ملاعب كرة قدم. فأعتقد النهاردة لو بقت في جزء من أكاديمية مصارعة، أكاديميات في رفع الأثقال، لأن معظم الأندية ما بيبقاش عندها الفائض لا في الوقت ولا في المساحة المالية أنها تصرف على ألعاب كتير. فلو كان في بعض الأكاديميات تتبناها الدولة في هذا الشأن، هيكون لنا شأن، خاصة الألعاب الفردية دي بتعمل لنا أرقام وميداليات كبيرة جدا. والله يا أستاذ إياب الكلام ده كلام صح جدا، والقانون الجديد الحقيقة يعني شكرا لكل اللي وضعوا القانون الجديد وكان ليهم بصمة فيه. وفي نفس الوقت اللي فيه بغض النظر أن في ناس متفقة وناس مختلفة فيه، إلا أن أحد المزايا اللي موجودة فيه أنك من الممكن النهاردة أنك تعمل شركات، وممكن تدي تصريح للأكاديميات. كان واضح جدا القانون في أنه بيقول إدارة اللعبة لها اتحاد واحد هو اللي بيديرها داخليا وخارجيا، وهو المسؤول عنها. من خلاله بيحملوا المسؤولية في أنه هو اللي بينشر من خلال الأندية والهيئات، اللي بينشر من خلال المجتمع المدني، اللي بينشر من خلال تعاونه مع بعض الشركات، اللي بينشر من خلال الأكاديميات اللي بيديها بتصاريح معينة أو بشكل معين بما لا يضير ولا يضار. إنما احنا بنقول للشركات تعالوا وكسبوا، بس ده حق مصر، فلازم تدوا حق مصر ليها عشان نقدر بالتالي شوية شوية نقدر نقول ان احنا نستطيع ان احنا نعتمد على نفسنا بشكل او باخر. هناك افكار غير تقليدية درست مع دكتور اشرف صبحي الحقيقة على اساس انها تكون دعم للرياضات الشهيدة اللي هي ما هياش بشهرة لكرة القدم ولا يأتي في المرتبة اللي بعدها، مش حد عليها معظم بالضبط كده عندها الالعاب دي بالضبط. حتى كده المؤسسات الكبيرة، مؤسسات الدولة، الشرطة والجيش تبنت برضه بعض الالعاب زي ما الجيش متبنى، والقطاع الخاص اليومين دول على فكره ابتدى يعمل القصه دي يا استاذ ايهاب. عشان كده انا بقول سياده الوزير عمل عقد مع احد الشركات وقدر بيها يعني ان هو يامن 10 لاعبين في الطريق الى الاولمبياد، ان هو هيتم رعايتهم بواسطه الشركه، وفي نفس الوقت اللي فيه هيتم عمل حاجات اخرى مع هذه الشركه للحقيقه الفكرها والفكر الراجل اللي على راسها الحقيقه. فحاجه جميله جدا جدا ان احنا نخرج خارج الصندوق، حاجه جميله من استاد رجال الاعمال ان هو طبعا لازم يستفيد، مش معقول تبقى انا بفيد البلد لكن لك استفاده في افادتك للبلد، سواء كان على مستوى مزبوط السمعه مزبوط، سواء كان على مستوى المنتج اللي انت بتنتجه او الى اخره، بس يلاقي فيه رد فعل بتقدير طبعا. ودي حقوقه لازم بالظبط كده. اكيد عايز اتكلم مع حضرتك في ملف مهم، امتى نشوف العلم داخل التجهيز، بقول كده افكار بره الصندوق، امتى نشوف العلم داخل الرياضه
المصرية، امتى نستعين بالتحليلات او بالتقييمات، مثلا نستخدم تحليل دي ان ايه عشان نشوف لاعبتنا نقدر نتعامل معاه ازاي بشكل علمي؟ هاخد اجابة حضرتك، لكن بعد الفاصل نرجع نتواصل. اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي والاهلي الليله، ولسه مكملين مع اللواء احمد ناصر رئيس لجان واتحادات الاوفسا. طبعا مشرفنا ومنورنا وبنجدد اللقاء معاك. وقبل الفاصل كنا بنتكلم على استخدام ده التقنيات العلميه والتحاليل الطبيه، واننا دايما بنفكر بره الصندوق، لكن هناخد تليفون مهم ونكمل الحديث في الامر ده. على الهاتف المهندس علاء جبر رئيس اتحاد القوس والسهم، طبعا الاتحاد الافريقي والاتحاد العربي والاتحاد المصري، ووكيل اللجنه الاولمبيه. مساء الخير يا سياده اللواء يا باشمهندس. الصوت قطع وهنرجع نكمل تاني. قصه بقى التحاليل واستخدام الادوات العلميه اللي متابعينها، نقول لك احنا بعيد شويه بس احنا قربنا في حاجات. هل احنا يعني بنتواكب في الامور دي مع الامور الدوليه ولا لسه بعد شويه؟ لا هي بدات طبعا، واحنا بقى عندنا تحليل الدي ان اي وبنشتغل عليه، واللجنه الاولمبيه بلجنتها الفنيه ابتدت تنسق مع كامل الاتحادات كلها في هذا الصدد، لان اللجنه الاولمبيه هي المسؤول الفني بصفتها عن الاتحادات الوطنيه كلها، فبتحلل ده من خلال جزئيتها مع الاتحادات، وبتقعد في لجنه التخطيط بتاعتها واللجنه الفنيه بيقعدوا مع الاتحادات علشان يقدروا ان هم يدرسوا هذا الموضوع وازاي يقدروا يعملوه مع اللعيبه المفروض البروميسنج اللي المفروض او اللي عندنا فيهم امل ان هم ان شاء الله يعملوا حاجه. فاعتقد دي خطوه كويسه وان شاء الله ربنا يسهل. اللي بيتفرجوا علينا بتستفيدوا ايه من التحاليل دي؟ التحاليل دي بتوضح لكم ايه فايدتها؟ بص يا فندم، انت زي ما تكون بتتكلم على اللعيب، اولا انت بتنقي لعيب اللي هو الموهوب تالنتد، بتعمل فيه ايه؟ اول حاجه بتاخدها بتكشف عليه طبيا، تشوفه صالح ولا مش صالح. اذا كان طبيا لا قدر الله ما يبقاش عنده اي حاجه، وان اجهزته سليمه، عضلاته سليمه، جهازه التنفسي سليم، جهازه العصبي سليم، وهكذا. دي الناحيه الطبيه. تكشف عليه الناحيه الطبيه الرياضيه، قدراته بقى، قدرة القلب، قدرة الرئة، القدرات الداخلية، قدرة الأعصاب، حجم العضلات، وهكذا. ده الجزء العلمي الثاني. الجزء الثالث هو فين وانت عايز توديه فين. ده بقى الكوتش يقول لك والله أنا عندي لعيب، عندي لعيب رقمي، عندي لعيب جماعي، عندي لعيب فردي، عايز أوصله لمهارات بشكل معين في مسافة قد كده عشان نلعبه أول بطولة في الوقت الفلاني. فيبتدي يقول محتاج ايه بقى؟ ما هو ده تشيك ليست بقى. تليفون رجع لنا تاني المهندس علاء جبر رئيس الاتحاد الافريقي والعربي والمصري للقوس والسهم. السلام عليكم يا فندم. الو الو، السلام عليكم يا فندم. تحياتي ايهاب الخطيب، تحيات اللواء احمد ناصر. اهلا بحضرتك يا فندم. يا اهلا وسهلا بكم. لكن الحديث ما اعرفش حضرتك متابعنا ولا، لكن لا انا اسف والله، يقول لي وانا اكمل معاكم. لا احنا يعني لا كنا بنتكلم في البدايه عن القيمه الكبيره لرؤساء الاتحادات والوجوه المصريه في الرياضيات الافريقيه، ووجودنا في بعض المناصب الكبيره، وده اللي بيرجع على مصر بالنفع العام، خاصه ان الفتره الجايه بتشهد مد ايد كبيره جدا لاعاده التعاون بين مصر مثلا والدول الافريقيه. تمام. فدور كبير جدا للاتحاد القوس والسهم، وحضرتك موجود فيه كقوة ناعمة للرياضة الأفريقية. لا يشرفني، ويشرفني إن سيادة اللواء أحمد ناصر زميل الملاعب والرياضي المصري المحترم. يعني مش عشان إحنا أصدقاء، إنما أنا لازم أقول فعلا الدور اللي عمله اللواء أحمد ناصر في الفترة السابقة من بداية رئاسته للأوكتا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية، عمل مجهود جدا والشكل تغير تماما، وبقت الأوكتا شريك متكافئ، وهو الشريك الأقوى تقنيا تكنيكال للاتحادات الأفريقية. والعلاقات اللي عملناها في الفترة اللي فاتت واللي هو عملها
أدت لنجاحات كبيرة جدا، وفعلا رجعنا زي زمان رؤساء الاتحادات الأفريقية المصريين وعلى رأسهم سيادة اللواء أحمد ناصر قايمين بدور كبير جدا في نجاح الألعاب، وكان لنا دور كبير جدا طبعا بالاشتراك مع المجهود الكبير اللي عملته الشقيقة الجزائر في إنجاح الدورة الأفريقية للشباب السابقة في الجزائر. بركة فيكم يا دكتور، بركة فيكم الحقيقة، والله شرفتونا ورافعين راسنا ما شاء الله في كل حتة، ولولاكم مع الطاقة الجزائرية الخلابة لإخواننا وزملائنا في الجزائر لما تمت هذه الدورة بنجاح ما شاء الله. طبعا الحمد لله، وده بعلاقات الود اللي اتحركت مؤخرا مع كل الدول الأفريقية. الدنيا اتحركت تماما، وبقت الناس رجعت فهمت دور مصر القيادي، وكل الناس كانت بتساعد معانا الحمد لله، أدت على لنتائج كويسة جدا جدا جدا. طبعا نتائج مميزة ونتائج ممتازة، وده كله في الآخر بيعود على نفع الرياضة العامة، خاصة ان احنا برضو في طفرة داخلية في الاهتمام بالألعاب الأخرى، وده حاجة مميزة، دي حاجة وحاجة مهمة جدا وكنا مستنيينها من زمان. طبعا لا ننكر أهمية كرة القدم لمصر ولكل الدول، انما كان لازم برضو يتنظر نظرة شوية للألعاب الشهيدة. انا مش هقول شهيدة لان انا بحبش الشهيدة دي، إنما إحنا لازم نشوف أولادنا شبابنا الصغيرين اللي إحنا اشتغلنا عليهم الحمد لله عاملين نتائج كويسة جدا في الشباب وفي الكبار في ألعاب ما كناش نتخيل صحيح إن إحنا نقدر نعمل إنجازات فيها. إحنا كان كل دماغنا إن الألعاب رفع الأثقال والملاكمة والألعاب الجودو الوحيدة اللي بتحقق فيها، ده كلام مش مظبوط. المواهب بتبقى موجود في أي رياضة لو العين الخبيرة شافتها وخدت الرعاية المظبوطة ليها. صحيح. مهندس علاء جبر بشكر حضرتك، ودايما الفترة الجاية إن شاء الله يعني الرياضة المصرية في تقدم، وعجبني بقى اللي انت بتقول لا مش عايزين نقول العاب شهيره تاني، ونبص للمستقبل بمنظور جديد. اولادنا انا برضو لازم اثمن الدور المحترم لسياده الوزير اشرف صبحي واللجنه الاولمبيه وكل رؤساء الاتحادات، لان احنا كلنا في مركب واحده وتناغم الحمد لله الحمد لله موجود الحمد لله. ربنا ييسرها لينا، طبعا في ضعف شويه في الامكانيات انما في ظروف بلد، انما هنحاول كلنا نتغلب عليها ان شاء الله وللامام على طول يا رب. شكرا يا باشمهندس لحضرتك، وشكرا على كلامك ومداخلتك، كلام مهم وكلام محترم، لكن يعني من المداخلات والكلام حضرتك فيه اهتمام كبير قوي، وفي كلام كويس على الدكتور اشرف صبحي، يعني مستوى رغم ان هو موجود ما بقالوش فتره كبيره، شايف كلام كتير من التعاون الايجابي في مجمع الرياضات. الدكتور اشرف صبحي جاي بمفهوم تاني بخطه تانيه، استكمالا لما تم فيما قبل واستعوضا عن حاجات لم تتم فيما قبل. يعني اذا كان تم هناك في الفتره اللي فاتت اللي فيها خالد عبد العزيز بشكل او باخر، فبيتممها ويزودها المهندس الدكتور اشرف صبحي. اذا كان حاجات لم تتم اثناء المهندس خالد عبد العزيز، النهارده بيحاول ان هو يتممها بشكل او اخر عشان يكمل الصوره كلها مع بعض. زي ما سمعت حياتك الدكتور علاء، وزي ما سمعت حياتك الاستاذ سيف، بيقولوا حاجتين مهمين جدا الا وهو التناسق والتناغم. هتقولي ما كانش موجود، كان موجود ما بين اللجنه الاولمبيه وما بين الاتحادات الرياضيه، ولكن كانت هناك حلقة أخرى مفقودة وهي الاتحادات الأفريقية والاتحادات العربية، اللي كانت أنا آسف أقول بمنتهى الصراحة وأنا معروف بصراحتي أنها كانت مهملة تماما. ملف مهم النهاردة كان ملفين مهملين، وهو من أهم الملفات طبعا اللي البلد بتدور عليها، ملفات غاية في الأهمية اللي البلد بتدور عليها بالزبط. اللي سيادة الرئيس نفسه بيدور عليها في رؤية بالظبط. إذن الرؤية دي تتم إزاي من غير الرياضة؟ لما نقول النهاردة الرياضة لازم تكون متناغمة ومتناسقة، ويجب أن يكون حل المشاكل الداخلية بينها والآخر، أما يقعد النهاردة وزير مع الاتحادات الرياضية المصرية كلها لمدة من الساعة 3 لحد الساعة 11 بالليل عشان يسمع للناس طبعا، وبعدين بياخد إجراء فوري، مش لمجرد انه قاعد بقى وبيكتب وبتاع وحاجات، لا بياخد اجراء فوري على الحاجات اللي حد حياتك مثال في قرارات على طول. حد حياتك مثال للاوكسا،
اول ما جه السيد الوزير رحت قابلته وهنيته وقلت له سيادة الوزير احنا جايين لك وعندنا 1 2 3 4 5 6 7 8. تاني يوم سيادة الوزير بعت لنا لجنة من الوزارة شكلها مخصوص وبقت هي المسؤولة عن الرياضة بمساعدة شابة الدكتورة شيماء علي ومعها مجموعة من الشباب المحترم الجميل جدا 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 اللي ماسكين هذا الملف. وقعدوا معانا 6 ساعات قاعدين بيدرسوا معانا احنا ايه وعايزين ايه وامتى وفين وازاي تستفيد الوزارة ازاي يستفيد مصر ازاي يبقى الرؤية ازاي في فكر جديد بشكل جديد نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق فيه لان كلنا لازم نكون وراء هذا الفكر. انا في فكر جديد وفي دعم للفكر الجديد وفي شكل حلو شايفينه. الوقت بيعدي مع حضرتك سريعا. حضرتك حابب تقول اي حاجه قبل ما اشكرك؟ والله انا بشكر قناه الاهلي على انها قدرت ان هي تدينا هذه الفرصه وبشكر حضرتك على حديثك الجميل لان حديثك شيق وممتع. شكرا. وفيك ميزه مش في كل في معظم الناس اللي موجوده انك ما بتقطعش الضيف ودي بهنيك عليها لان دي المدرسه القديمه اللي في ناس كتير ما بتحبهاش. لا يعني متربين عليك وعلى برامجكم. لا العفو يا فندم. قناه ثانيه وسهرات حضرتك الرياضيه طبعا اتعلمنا يعني من حضرتك حاجات صغيره. لا العفو ربنا يخليك. فانا الحقيقه بهنيك على ده وبقول ان المذيع مش هو اللي قاطع ولا هو اللي يعاكس اللي بيقوله الضيف انما لو عنده معلومه يقدر يقولها بشكل يسمعها المشاهد ويعيها المشاهد دون الخروج عن النص دون التدخل دون المحاوله انه يطري بكلمات ملهاش لازمه الى اخره اعتقد هو ده الصح. فانا بحييك وبشكر قناه النادي الاهلي مره ثانيه على تعريفها باتحاديه الكونفدرالية الرياضيه الافريقيه وكلنا في ان شاء الله خدمه مصر من اجل مصر. سيادة اللواء احمد ناصر بشكرك على قبولك الدعوه وحضورك لنا رئيس الاوفسا وطبعا مناصب كبيره جدا حضرتك تبقتها لكن مكان كبير بيخدم على مصر كلها في كل الاركان. بشكر حضرتك على كل الشرف وجودك معايا وسعيد اننا فتحنا ملف زي ده وان شاء الله الدعوه يعني هتتكرر كتير لحضرتك. يسعدني. شكرا لحضرتك. شكرا فندم. طبعا كل الشكر لمتابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي. الاهلي الليله ما زال مستمر وما زال متواصل وما زال لدينا الكثير. اروح سريعا لزميلي عمر ربيع ياسين. مساء الفل يا عمر. في ذهاب بشكرك شكرا جزيلا وبشكر ضيف حضرتك العزيز اللي كان مشرفنا النهارده على قناه النادي الاهلي سياده اللواء احمد ناصر واكيد حديث شيق جدا. ننتقل الى الفقره التاليه وهي فقره جمهور الاهلي في كل مكان. زي ما قلت لحضراتكم في البدايه جمهور النادي الاهلي هو الوقود الحقيقي للعبه كره القدم. جمهور الاهلي العظيم والكبير جدا جدا لدور كبير في انجازات النادي الاهلي وفي تاريخ النادي الاهلي وهو دايما اللاعب رقم واحد اللي الاهلي بيعتمد عليه بعد ربنا سبحانه وتعالى. دايما هنكون موجودين علشان نوصل صوتكم لقناه الاهلي او في قناه النادي الاهلي او سواء في كل مصر. ووجود جمهور الاهلي ده شيء عظيم جدا يهمنا ويشرفنا هنا في قناه النادي الاهلي. عشان كده هنروح ونتابع تقرير اللي دايما بنتابعه مع حضراتكم في الاهلي بيمثل لك ايه في التقرير التالي ونرجع نكمل مع حضراتكم. مبادئ النادي الاهلي هي مترسخه من قديمه قوي فهو بيحافظ تملي على المبادئ مجلس اداراته مديرينه احنا نفسنا كمان بنحب نمشي على مبادئ النادي الاهلي. كيان الواحد بيرتاح معاه نفسيا وبيلاقي نفسه فيه وبيلاقي طموحه فيه وفي نفس الوقت زي ما قلت لك بيبقى قدوه ومثال للنجاح والتقدم يعني. الاهلي بيمثل لي كيان كبير احنا بنحبه وبنعتز بيه. احنا اعضاء في النادي الاهلي منذ اكثر من 20 او 25 سنه. ولادي ابطال النادي الاهلي. كريم بطل سباحه، مروان بطل سباحه، ادهم بطل تنس في النادي الاهلي. فالنادي الاهلي ده كيان وقيمه وقامه كبيره احنا بنعتز فيه وبنلاقي فيه راحتنا. الاهلي يعتبر قامه للبلد كلها، الرياضه الاساس البلد كلها هي النادي الاهلي. هو اعظم نادي في القرن. نادي على اعلى مستوى قيم ومبادئ واخلاق وكل حاجه يعني. الاهلي بيمثل لي متنفس بنفرغ فيه طاقتنا
ونلتقي مع اخواتنا وحبايبنا وزملائنا بنسترجع ايام زمان والجذور اللي احنا نشأنا منها، وفي نفس الوقت بنمارس الرياضات اللي احنا بنحب نمارسها سواء كانت سباحة او غيره. بيمثل لي الحياة باختصار. الأهلي بيمثل لي بيت تاني، لأن يعني احنا اتربينا فيه ونشأنا فيه من أيام والدي، فبيمثل لي بيت تاني. يعني الأهلي كنادي قرن وأكبر نادي في مصر بيمثل لي لا شيء كتير، يعني شيء كبير قوي، وكيان كبير، كيان كبير انتمي لي، سعيد بالانتماء لي، بتشرف بالانتماء لي. أنا بعتبر عامل زي لمة العيلة، دي لمة العيلة ولم الشمل مع بعضنا وتواصل بين الأجيال، بحيث ان دي بيتنا، بيتنا في كل حاجة. اهلا بحضراتكم من جديد في الاهلي ليله، لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات البرنامج، ونروح لفقره الاهلي في كل مكان. بنستعرض معاكم كل الاخبار الخاصه بكل نادي بيحمل اسم الاهلي في الوطن العربي، فنجيب لحضراتكم اخر الاخبار اللي موجوده. ونبدا باهلي بوعريرج الجزائري في ضيافه مولوديه وهران الجزائري. اول لقاء في الدوري الجزائري لاهلي بوعريرج هيكون امام فريق مولوديه وهران في طبعا أو أولى جولات الدوري الجزائري. هيبقى مواجهة ما بين مدير فني وطني ومدير فني أجنبي. المدير الفني الوطني هو طبعا المدرب الشهير واللاعب الكبير بادو الزاكي، هو مدير فني لمولودية وهران. أما أهلي بوعريرج هيكون بقيادة فنية أسبانية لجوسيب ماريا نيجويز، وهتبقى أكيد مواجهة قوية جدا. هنشوف مين هيقدر ان هو يحصل على 3 نقاط في اولى مواجهات الدوري الجزائري. بيبقى مهم جدا اول مباراه واول 3 نقاط في مشوار اي فريق بيشارك في اولى لقاءاته في الدوري الممتاز، تبقى طبعا غير ان هو 3 نقاط مهمين جدا بيكونوا انطلاقه للفريق في مشوار طويل جدا في بطوله الدوري. نروح لخبر تاني، خبر مهم جدا، خبر بيخصنا احنا كمصريين وكمشاهدي قناة النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، ان احنا يكون عندنا مدير فني موجود في الملاعب العربية ويكون دايما موجود بصفة مستمرة. وكابتن محمد عظيمة واحد من المدربين اللي كانوا موجودين في قناة النادي الاهلي وايضا في قطاع الناشئين، يتعاقد مع فريق لمرباط العماني، وطبعا يعني خبر اكيد مهم جدا، خبر فريق بيلعب في الدوري الممتاز العماني، واكيد بيعامل كابتن محمد عظيمه كابتن ناصر فاروق حارس مرمى غزل المحله سابقا. لسه هيكون في مؤتمر صحفي يوم الثلاث، لكن طبعا كلنا متطلعين لتالق مع الكابتن محمد عظيمه مع فريقه الجديد في الدوري العماني. نروح لخبر خبر عامل ازمه في ال 24 ساعة الأخيرة، كلام في البطولة العربية عن مباراة الوداد البيضاوي وأهلي طرابلس الليبي، ومشاكل كتيرة جدا وأخبار عن تأجيل المباراة 24 ساعة، وكلام على غموض في تسهيل إجراءات لفريق نادي أهلي طرابلس. احنا عارفين إن في مباراة مهمة جدا هتقام غدا إن شاء الله ما بين برشلونة وأشبيلية في مدينة طنجة، ودي بالتالي هتكون في السوبر الأسباني، لكن هنعرف إيه الأزمة اللي موجودة، إيه الأحداث اللي موجودة مع الأستاذ فتحي أبو رزيزة المتحدث الرسمي لنادي أهلي طرابلس الليبي. أستاذ فتحي برحب بحضرتك. طيب هحكي لحضراتكم عن الأزمة، لكن قبل ما يكون معنا الأستاذ فتحي، يعني الموضوع كانت المباراة مفروض تقام اليوم في ميعادها الأصلي في بطولة الدوري أو البطولة العربية، لكن فوجئ مسؤولي أهلي طرابلس الليبي إن في عدم وجود تسهيلات من الجانب المغربي بسبب عدم حصول التأشيرات الخاصة بنادي أهلي طرابلس. لكن في الآخر هي الأزمة تم حلها، حصل أكثر من اجتماع فني، وبالتالي
كان طلب فريق أهلي طرابلس التأجيل المباراة، لكن كان في بعض الاعتراضات من نادي الوداد البيضاوي، لكن في الآخر اتفق الجانبين على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة علشان تقام بكرة إن شاء الله الساعة 8 طبعا بتوقيت المغرب. لكن هنعرف أكثر في التفاصيل، هل مباراة برشلونة وأشبيلية هي السبب في حدوث أزمة؟ هل هي السبب في حدوث بعض التأخيرات من جانب الفريق المغربي بسبب عدم حصول الفريق الليبي على التأشيرات ولا لا؟ كمان أيضا رئيس نادي الوداد يعني بيعفي مسؤولياته كاملة، كان في بعض الخطابات اللي راح الاتحاد العربي لكرة القدم إن هم بيتهموا في الرئيس الودادي الأستاذ سعيد الناصري على إنه في تقصير من جانب فريق الوداد في إعطاء التأشيرات الخاصة بدخول المغرب للفريق الليبي. لكن طبعا زي ما حضراتكم عارفين بطولة عربية اكيد بطولة مهمة جدا، بطولة بتقرب الشعب العربي كله من بعض، وما فيش داعي اي يعني لخلافات تماما ما بين الفريقين، لكن طبيعي جدا ممكن يحصل بعض المشاكل اللي هتكون واللي بتكون موجودة، ده امر طبيعي جدا ان احنا شايفين دي الوقت اللي موجود، وبالتالي ما فيش يعني ما فيش وقت قوي لسفر بعض الفرق العربية، وايضا اللقاءات اللي بيأدوها في بطولات الدوري الخاصة بيهم سواء في الدوري الليبي أو سواء في الدوري المغربي، لكن دولة المغرب دولة شقيقة وطبعا يعني بتعمل أقصى ما لديها لتوفير المساعدات اللازمة لاستضافة النادي أهلي طرابلس، وأيضا أهلي طرابلس أكيد في المقابل أكيد طبعا بيبذل قصارى جهده علشان يوفر كل الإمكانيات اللي موجودة اللي بيستضيف بيها فريق الوداد. وفي الأول وفي الآخر زي ما قلت لحضراتكم هي بطولة عربية الهدف منها هو توحيد الشعب العربي، وأيضا هي أنها بتقرب الشعوب، وفي الأول وفي الآخر مباراة كرة قدم مش عايزينها تاخد أكبر من حجمها الطبيعي أيا كان المباراة كانت النهاردة أو المباراة كانت بكرة، في الأول وفي الآخر إحنا أشقاء عرب. فده كان بالنسبة لمباراة الوداد وأهلي طرابلس والأزمة اللي حكيت لحضراتكم عليها. هنشوف لو عرفنا نجيب لحضراتكم مداخلة هنحاول، عشان طبعا زي ما حضراتكم عارفين في بعض الاجتماعات الفنية فمعظم الأطراف اللي طبعا مسؤولين من قبل الناديين حاليا بيحددوا بعض النقاط الخاصة بالاجتماعات الفنية، لكن مكملين مع حضراتكم باقي الأخبار الخاصة بالأهلي في كل مكان. ولو جه مداخلة أو لو عرفنا نجيب حد مسؤول علشان يدينا تصريحات سليمة 100% ورسمية هنكون معاكم أول بأول. أهلي دبي بيختتم معسكره الأسباني. طيب الأستاذ فتحي أبو زيزة المتحدث الرسمي لنادي أهلي طرابلس معانا على التليفون علشان نتكلم معاه أكثر عن أزمة مباراة الوداد البيضاوي وأهلي طرابلس الليبي. أستاذ فتحي برحب بحضرتك على قناة الأهلي. أهلا بيك، مساء الخير ليك ولكل السادة. عايزين نعرف من حضرتك آخر الأخبار اللي موجودة في أزمة مباراة الوداد وأهلي طرابلس، واللي بالفعل تم الاتفاق على إقامة المباراة غدا إن شاء الله في الساعة 8 مساء. طبيعي الاتحاد العربي قرر تأجيل المباراة حتى مساء الغد على تمام الساعة 9 بتوقيت ليبيا، الساعة 7 بتوقيت غرينتش. المشكلة أن الوداد والإخوة المغاربة يعني يحاولون إجراء المباراة اليوم بكل الطرق، يعني رغم أن الاتحاد العربي قرر إقامة المباراة الأحد بسبب المشاكل اللي حصلت قبل يعني 3 أو 4 أيام. سبب كان تأخر في إصدار تأشيرة الدخول للبعثة الليبية للأراضي المغربية، وبالتالي تم إلغاء حجوزات الطيران يوم الثلاثاء الماضي. بعد ذلك التأشيرة صدرت في وقت متأخر يوم الأربعاء وحطوها على جوازات السفر يوم الخميس الصبح. تمام. وبالتالي كان الوقت ضيق لمدة يوم الجمعة بعد قال أن الطائرة لم يتم توفيرها. البعثة وصلت ليلة البارحة في وقت متأخر جدا، وبالتالي يعني من غير المنطقي أن تقام المباراة اليوم. المغاربة يقولون أنها تتعارض مع السوبر الإسباني. كنت لسه أسأل حضرتك يا أستاذ فتحي، هل سبب عدم وجود تأشيرات أو الأزمة اللي حصلت ليها علاقة بسبب تنظيم مباراة السوبر الإسباني ما بين برشلونة وأشبيلية اللي هيقام في مدينة طنجة المغربية؟ بالنسبة لإصدار التأشيرة السوبر، لأن ليست المرة الأولى اللي يحرم فيها فريق رياضي ليبي، يعني سبق أن حصلت مع فريق النصر في كرة السلة، وسبق وإن حدث أيضا نفس الأمر مع لا علاقة لها بالنسبة للتأشيرة
لكن رفض الوداد لعب المباراة يوم الغد يقولون أنها بسبب إقامة السوبر. يقولون أيضا أن القوات الأمن لا يمكن أن تقوم في كأس العالم. المباريات المنطقية حقيقة. استاذ فتحي، يمكن عايز اسال حضرتك على ما هو سبب اصرار فريق الوداد المغربي في إقامة المباراة اليوم. يعني حضرتك اتكلمت في الأول وقلت ان هم مصرين على إقامة المباراة اليوم، لكن حضرتك كنتوا معترضين وبالتالي تم تأجيل المباراة ليوم الأحد. يعني رأي حضرتك او تفسير حضرتك لإصرار الجانب المغربي من إقامة المباراة اليوم؟ طبيعي على إقامة وصل البارحة، وبالتالي ستكون المهمة يعني أسهل. أنا أرى طيب، يعني كان في مشاكل في الاتصال، لكن مع الاستاذ فتحي عرفنا بعض الكواليس اللي موجوده في ازمه مباراه الوداد واهلي طرابلس. لكن في الاخر بكره ان شاء الله هتكون المباراه في ميعادها، وبالتالي انتهينا من ازمه او الازمه اللي موجوده في البطوله العربيه ما بين الوداد البيضاوي واهلي طرابلس الليبي. وقلنا اهلي دبي قبل ما يخش التليفون، اهلي دبي بيختتم معسكره الاسباني. فريق اهلي دبي كان موجود في اسبانيا وبيستعد للموسم الجديد اللي هيقام ان شاء الله نهايه الشهر الجاري. ولعب فريق اهلي دبي اربع مباريات وديه، بداها بالتعادل امام فريق اخيدو الاسباني 1-1، وايضا لعب تجربه ثانيه امام فريق نيوكاسل الاسترالي وانتهت بفوز الفريق الاسترالي 2-1. والتجربه الثالثه نجح اهلي دبي في اكتساح فريق هندي 5-1. واما اخيرا مع السكند تيم او ريديف فريق فياريال بيخسر فريق اهلي دبي 2-1. دي كانت ابرز الاخبار اللي كانت موجوده معانا في فقره الاهلي في كل مكان. هنكمل معاكم الاهلي الليله ومع زميلي العزيز الاستاذ ايهاب الخطيب. استاذ ايهاب اتفضل. مهم جدا كنا نعرف ايه الاجواء اللي حصلت في البطوله العربية، وخاصة الأحاديث. المباراة هتتلعب مش هتلعب، وأكيد ألقيت الضوء. لكن بننتقل الآن لحوار مميز جدا وحوار سريع مع واحد من أساتذة النقد الرياضي، واحد من الصحفيين المميزين اللي يعني دايما كده كان عامل حالة من الشقاوة الصحفية. بقى خلونا، بحب أتكلم بقى في الوسط الرياضي المصري قبل ما انتقل بقى واشتغل في الدول العربية ومن دولة على دولة، وبرضه هو عامل نفس حالة الشقاوة. لكن هو معانا النهاردة في حلقة مميزة جدا، كاتبنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة السويسي. شرفنا ومنورنا. أهلا بيك هاب، وأهلا بكل مشاهديك الأفاضل، مشاهدي قناة الأهلي البيت الكبير، وانت منور البيت كبير. ربنا يخليك، ربنا يخليك استاذ اسامه. لو بدانا اكيد هنبدا من البطوله العربيه. يمكن عمر كان بيتكلم وبعض الامور والمباراه هتتلعب، لا مش هتتلعب، كلام كتير، تاشيرات، طب الطياره هتروح، طب المباراه لو تاجلت يوم هتخش مع السوبر الاسباني وتعمل ازمه. اكيد بيبقى فيه بعض الامور بتحصل من اثناء التنظيم، ولكن بتتدارك الامور من اجل مصلحه البطوله. المؤكد ان اي بطوله بتبقى مش مدرجه في الرزنامه القاريه اكيد ان هي هتلاقي صعوبات كبيره. طبعاً لان الاهلي لا البطوله مدرجه في الاتحاد الافريقي ولا مدرجه في الاتحاد الاسيوي، ودائما ما تتعارض مع البطولات في القارتين، وده هو سبب المشاكل الحقيقي للبطولات العربيه ايا كانت، سواء الانديه او للمنتخبات، ان ما فيش وقت ليها في ظل الرزنامه مكتظه ومضغوطه، سواء في اسيا سواء في افريقيا. انا ما اعتقد ان الاهلي مره ضحى ببطوله افريقيه في 98 لارتباطه بكاس النخبه العربيه في تونس، لما كان عنده كاس النخبه العربيه في تونس، وكان عنده مباراه عوده في نفس التوقيت مع البن الاثيوبي، وكان بقى بروحين. بقى المساله كانت فيها نوع من الثقه الزياده شويه، ان ماتش البن الاثيوبي كان ماتش الذهاب اتعادل الاهلي 1-1، فاصبح بالتالي على ملعبه في استاد القاهره مطالب بالتعادل 0-0.
فبالتالي حط الفرقة الكبيرة في تونس علشان كأس النخبة العربية. وكانت موجود بتغطي أنا كنت في موفد مجلة الأهلي من حسن حظي، وعشت 8 أيام مع بعثة النادي الأهلي فيها أحداث غريبة ومثيرة جدا للغاية. الأحداث الغريبة والمثيرة دي كانت البطولة ينظمها الأفريقي بمشاركة الشباب السعودي وبمشاركة مولودية وهران الجزائري، وكان الأفريقي التونسي كان فاز على الأهلي في نهائي البطولة السابقة، البطولة العربية السابقة 2-1 في المباراة النهائية. فكانت بالنسبة للأهلي مباراة طار ورد اعتبار، وخاصة الأفريقي هو المنظم وهو صاحب الأرض وصاحب الجمهور. في نص البطولة الأهلي افتتح البطولة مع الأفريقي وتعادلوا بدون أهداف. المباراة الثانية الأهلي لعب الشباب السعودي وفاز عليه 2-0 بهدفين سجلهم النجم علي ماهر. علي ماهر ليه شعبيه كبيره قوي في تونس على فكره، لانه كان متالق بشكل غير طبيعي في البطولات العربيه، والبطولات العربيه من ضمن فوائدها ان هي بتكشف لك بعض اللعيبه، ان انت بتدي مساحات للعيبه، بتدي مساحات وبتدي فرصه لبعض اللعيبه، زي البطوله العربيه اللي السنه اللي فاتت. اعتقد ان محمد الشناوي كان من ضمن المكاسب اللي ظهرت في البطوله العربيه واثبت ده، واصبح حارس مرمى منتخب مصر الاساسي في كاس العالم، اهم واكبر بطوله على كوكب الارض. المباراة الثانية زي ما قلنا الأهلي فاز على الشباب، والأفريقي فاز على مولودية الجزائر بنفس النتيجة 2-0. أصبحت الجولة الأخيرة هي الحاسمة، الأهلي هيلاعب مولودية وهران الجزائري وهو أخف حدة من الشباب السعودي، لكن الأفريقي على أرضه وسط جمهوره من المؤكد أنه ممكن يكسب 2-0 يعني بسهولة تامة يعني. فالأهلي مطالب خاصة أنه هيلعب قبل المباراة الأخيرة، يعني مش هتلعبه في توقيت واحد. الأهلي ليلة المباراة دي تابعت مع الجهاز الفني كابتن ثابت البطل الله يرحمه، مستر راينر تسوبل المدرب الألماني، كابتن ماهر همام، الحاج محسن طنطاوي، كنا في أوضة واحدة وبنتفرج على الماتش البن الأثيوبي. الأهلي طبعا تقدم 1-0، بعدين البن تعادل، بعدين الأهلي تقدم 2-1، فبالتالي المسألة ماشية سهلة. وبعدين في المباراة بعض الوجوه الجديدة وبعض العناصر الجديدة، وأفتكر منهم إبراهيم سعيد الكابتن ثابت الله يرحمه كان حريص إن هو يوجه الخواجة أن يقول له شوف الولد، شوف الولد دوت وشوف الفرصة دي وشوف كذا. طبعا الأهلي تعرض لظلم، كان حكم جزائري بس مش متذكر اسمه، الأهلي تعرض لظلم غير طبيعي. كان في ضرب الجزاء في الدقيقة الأخيرة لأحمد كشري، عرقلة واضحة تماما من حارس المرمى، ارتدت الكرة بجون من تسلل. هذه كانت قصة شعيرة. فانتهت المباراة 2-2 والأهلي خرج من البطولة الأفريقية. فطبعا احنا في تونس عايشين حالة غير طبيعية، حالة غير طبيعية، يعني مش عايز اقول لك الوضع كان عامل ازاي. فانت خسرت البطولة الأفريقية ومهدد انك تخسر اللقب العربي. فتاني يوم الأهلي بيلاعب مولودية الجزائر في المباراة الأولى. الأهلي من بداية المباراة مسيطر مستحوذ، سمير كمونة لعب كرة عرضية، فيليكس راح مسجلها بدماغه، قلنا يا مسهل هتفتح. الشوط الثاني بقى اتفرجنا على مش كرة، اتفرجنا على أعظم تعطيل لعب في العالم من الفريق الجزائري. كان بيدير المباراة الله يرحمه سعيد بالقول، الحكم المغربي اللي حكم نهائي كأس العالم البرازيل وفرنسا، ساعدهم جدا في تعطيل اللعب. أنا كنت ضابط الوقت وواقف بالوقت 15 دقيقة في إصابات الحارس وبدلوه، والحارس البديل اتصاب بجد بقى، الحارس البديل اتصاب واضطروا يكملوا آخر الماتش بلاعب من اللاعبين، والأهلي ضاغط وكل ما تيجي فرصة في صفارة ما بتروحش. 15 دقيقة اتحسب منهم 10 بس. هادي خشبة جاب الجون الثاني للأهلي في الوقت بدل الضايع من ضرب الجزاء، ما كانش فيها فصال يعني، كان في ضربتين جزاء ما تحسبوش. المهم الأهلي فاز 2-0. طيب الفريق التونسي لو فاز على الشباب السعودي 2-0 هتبقى المسألة متساوية وهيبقى عنده فرصة انه مهم. بين الشوطين بعد الماتش خرجنا ورحنا غرفة الملابس، الماتش التاني بدأ، عرفنا واحنا في غرفة الملابس ان اول 3 دقايق ان الافريقي تقدم 1-0، المسألة بقت سهلة بقى. فالمهم الكابتن ثابت اصر الله يرحمه ان اللعيبة لازم ترجع تتفرج على المباراة في المدرجات في الملعب. يا كابتن قالوا لا لازم نقعد نتفرج على المباراة لأن لسه مازال عندنا فرصة تتويج باللقب. فعلا لفينا الملعب، كان غرف الملابس ناحية الدرجة الثالثة، نزلنا مشينا في خط النص، طبعا استفزازات غير عادية من الجماهير
وخاصة اللي كانت لإبراهيم حسن. هقف عند الحتة دي، لكن يبدو أن في يعني أمور جديدة في البطولة العربية. هروح سريعا للمتحدث الرسمي لأهل طرابلس الأستاذ فتحي أبو رزيزة. السلام عليكم فندم. عليك كابتن. وعليكم السلام كابتن إيهاب، كيف حالك؟ تحيات لحضرتك وتحيات الأستاذ أسامة السويسي. ولكن الموقف سريعا يتغير. رئيس نادي الوداد كان يصر على عدم لعب المباراة يوم الأحد كما قرر الاتحاد العربي. بالتالي يعني آخر قرار آخر مراسلة من الاتحاد العربي أن بدخل المباراة سيتم تحويلها لجنة الانضباط، وتم إلغاء المباراة يوم الأحد، لن تلعب يوم الأحد. يعني المباراة مش هتلعب بكرة وتم إلغائها، وده قرار على الهواء دلوقتي. تمام. هذا اللي قرر الاتحاد العربي. فريق الوداد قرر وأبلغ الاتحاد العربي بأنه لن يلعب المباراة. طب يعني في ميعاد تاني بعد يوم الأحد، لجنة الانضباط الأمور دي هتشوفها إزاي؟ خاصة إنك جيتوا كانت ظروفكم صعبة ووصلتوا المغرب بالفعل. وصلنا المغرب امبارح يعني تقريبا نص ساعتين، واداره الوداد كانت تصر على اقامه المباراه اليوم، بس يعني كان الامر صحيح يعني انك انت توصل نص دير وتلعب قدام الوداد. وده اللي شافه الاتحاد العربي. الاتحاد العربي شاف ان من الصعب، يعني ده ما كانش قراركم في الاساس. لا، مش هو قرار الاتحاد العربي طبعا، لكن فريق الوداد شاف ان ده يعني مش في صالحه، او شاف ان الوقت ده مش مناسب ليه، ويعني رافض يلعب بكره، وبالتالي تم تاجيل المباراه او الغاء المباراه غدا، لما الميعاد الجديد لم يحدد حتى الان. لا اعتقد ان الامور سيحسم اداريا، لا اعتقد ان المباراه سيحدد لها وقت اخر طالما تم احاله الموضوع للجنه الانضباط. يعني هذا ما اراه وهذا ما اعتقد. يعني كده حضرتك شايف ان الوضع مش هيكون في ميعاد ثاني، ربما كده يكون في قرار اداري من لجنه الانضباط. كابتن هذا في سبب مقنع يخلي اداره الوداد تطلب اللعب في يوم الاحد؟ يعني المبررات واهيه جدا. قالوا احنا نتعارض مع اقامه السوبر، يعني ما اعتقدش في رابط ما بين مباراه السوبر ومباراه في دوري ابطال العربي، الامر مختلف. عموما احنا اكيد كل الاحترام والتقدير لطبعا اهل طرابلس، كل احترام للوداد المغربي، كل احترام وتقدير الاتحاد العربي. اكيد امور ما كناش حابينها توصل للشكل ده، ولكن في الاخر عندنا نتائج وقرارات محتومه، ان ما فيش مباراه غدا ويبقى في قرار اداري. طبيعي، انا قلت لك بالنسبه للاهلي يا كابتن ايهاب كان حريص جدا على انجاح البطوله والمشاركه، رغم ان احنا قعدنا في تونس 4 أو 5 ايام مستنين، مره في التاشيره ومره في الطياره. وصلنا امبارح وكنا يعني مصرين على اقامه ولعب المباراه في نجاح البطوله، لكن يبقى قرار الوداد. نحن نحترم قراراتهم، هم ادرى بمصلحتهم. في النهايه يعني الحكم سيكون، اعتقد انه سيكون اداري كما ذكرت. طيب استاذ فتحي، هتغادروا طالما ما فيش لعب مباراه، هتغادروا المغرب امتى؟ هل هتغادروا ولا تستنوا لصدور القرار النهائي؟ هذا امر لم يتم بعد اداره النادي الاهلي، ربما يبقى الفريق يومين ثلاثه بعد ذلك يغادر، لكن احنا بلغنا بالقرار قبل قليل، والاداره يعني ما زال تستعمل الوقت لهذا القرار. استاذ فتحي ابو رزيزه المتحدث الرسمي باسم اهلي طرابلس، شكرا لحضرتك، وان شاء الله الامور تتحل بشكل سريع. وطبعا ان شاء الله هنتواصل مع الجانب المغربي برضه علشان نشوف القصه ايه، الناحيه اللي هناك الامور فيها ايه، لان طبعا الوضع كده، والكلام اللي قاله الاستاذ فتحي ابو رزيزه يعني كلام ان الوداد رفض يلعب، مش هيلعب بكره. الاسباب من وجهه نظره شايف انها مش اسباب قوية، وشاف كمان وده الأخطر، إن هيكون في قرار إداري، معنى كده إيه؟ إنه هيتحسم الفوز لأحد الفريقين، في فرقة هتنسحب مش هتكمل، الدنيا هتمشي إزاي؟ ده قرار اللجنة أو قرار الاتحاد العربي، وده طبعًا حاجة يعني تحزن. أمور كده يعني دخلت في مشاكل كناش حابينها والله في البطولة العربية. والله حاجة تحزن، يعني إحنا كل شوية بنقول إن البطولات العربية هدفها تجميع الشباب العربي، مش التنافس الرياضي، ومش لكن للأسف الشديد اكتر مشاكل بتحصل في البطوله العربيه، ما بتحصلش في البطولات القاريه، بتحصل في البطولات العربيه. يمكن كلنا شفنا السنه اللي فاتت لما كانت البطوله العربيه هنا مشاكل غير طبيعيه، وده مش جديد في كل البطولات العربيه.
طب يا جماعه عايزين نفهم، هي بطوله ومنافسه وشريفه وكذا، ولا هي تقارب الشعوب العربيه، تقارب الشباب العربي، تقارب هي ليه ما بقاش الاثنين؟ يعني يبقى في نجاح من الجميع الاثنين، لكن احنا مش شايفين الظروف بشكل كويس. اقول لك ليه، لانه احنا مش محترفين، لما تدي العيش لخبازه وتعمل لي نظم ولوائح يحترمها الجميع وتمشي على الجميع، اهلا وسهلا. لكن لما تبقى المساله مساله ماشيه كده بالبركه وفيها غموض، احنا مش عارفين طب ايه مين الغلطان، الوداد ولا اهلي طرابلس ولا الاتحاد العربي، مين الغلطان؟ طب يا جماعه الكلام ده مش تاشيرات متاخر. طب الكلام ده مش معروف من بدري؟ احنا عرب طبعاً. في موضوع التاشيرات ده يعني ما يصحش. اوروبا بيروحوا بالباص، بيروحوا يلعبوا بعض، بيبقى عندهم ماتش النهارده بالليل بيروحوا الصبح. هو ده انت لو عامل اي تاشيره لدوله اوروبيه شنجن بتروح اي دوله، يعني انت كعربي بقى رايح اوروبا. يعني العرب اتفقوا الا يتفقوا، فاهم؟ امتى هنخلص من الكلام ده؟ ما ينفعش يا جماعه الرياضه. لكن بنتمنى ان يعني يسدل الستار عليها بشكل يعني هادي شويه، علشان على فكره على الفيسبوك يعني حتى الاعلاميين تراشق يعني الواحد مش عايز اقول ده على الهوا، حتى الاعلاميين تراشق عادي بينهم طبيعي، بين البلدين في تراشق غير عادي، كنت اتمنى نبعد عنه، نهدي الامور شويه، لان الامور مش مستحمله بصراحه. طبيعي، وده مش هيحله غير العقلاء، العقلاء في الميديا والعقلاء في السوشيال ميديا، لان الميديا مؤثرين في الفضائيات وبيأثروا على الناس. دلوقتي في مشكله كبيره الاعلام يجي يقول لك انا دي صفحتي الشخصيه. لا معلش، صفحتك الشخصيه لما تكون انت عاملها على العيله، اما يكون اصدقائك دول العيله بس، او يكون صحابك اللي انت بتقعد معاهم على القهوه، تقعد معاهم في النادي. لكن انت اعلامي وفتحت صفحتك للجماهير، بقى منبر اعلامي. لازم تلتزم فيه بالضوابط. شخصيتك انت، ما هو اسمك. معلش كمان لازم تلتزم فيه بالضوابط. لا ما تتحولش لمشجع. يعني معروف مثلا اسامه، وما اكثر عشان الباب ده لو فتحناه هنا. معلش معلش انا في صفحتي الشخصيه مثلا انا بقول اسامه السويسي، الناس عارفه ان انا صاحب في مجله الاهلي من ساعه ما اشتغلت في فما بخبيش ده. بس في المقابل بحترم الاخرين. بس عندك منطق برضه في حديثك. وبحترم الاخرين، يعني حتى لو كنت بدافع او كنت بنتمي للكيان، فبحترم الاخر ما بسقش ليه. لكن مش مساله ان انا ابقى انسى ان انا اعلامي واتحول لمشجع، ما يصحش. انت لا، انت توجه، انت راجل اعلامي، انت اللي توجه، وانت اللي تقول عيب، وانت اللي تقول ما يصحش، وانت اللي تقول كذا، وانت اللي تبقى القدوه. ده كلام محترم طبعا، وبنأكد طبعا على زميلنا في الاعداد، يا ريت يكون معانا يعني الطرف المغربي، نسمع برضو الامور ماشيه في انهي شكل، عشان يبقى كل واحد قال اللي هو عايزه. انا في الاخر يا بوب، يعني الطرف محايد، ما كملناش السوبر، ما احنا يعني لسه هنكمل فيه. انا بس باخد يعني يقول لغايه ما يجي واحنا مكملين. لان اصريتوا تحضروا الشوط الثاني في المباراه، وقعدنا كلنا في مدرج واحد، الجهاز الطبي والجهاز الفني والخواجه واللعيبه. المهم ايه، قبل نهايه المباراه بخمس دقائق الافريقي كانت النتيجه 1-1، بقى 2-1، ولسه في وقت. يعني ممكن يجيب الثالث فالمساله تخلص. ياسر ريان اغمى عليه في المدرج، والدكتور عاب علي كان قاعد جنبه، فقام بالواجب، واحنا بنفوق ياسر فوجئنا ان الشباب مارك ويليامز، لو تفتكروا مهاجم جنوب افريقيا كان محترف في الشباب السعودي، راح جاب جون التعادل في الوقت الضايع. قوم ياسر، خدنا البطوله. مش مصدق. مش مصدق طبعا، عشنا فرحه غير طبيعيه. الطريف بقى ان الشباب لما واحنا نازلين، لعيبه الاهلي نازلين، قال لهم احنا بنرد لكم الجميل. فانا طبعا عشان صحفي فمتابع، قلت لهم يا جماعه انتوا ناسيين ان الاهلي اول سوبر عربي فاز على الهلال بجون فيليكس، فالشباب هو اللي توج باللقب. فقالوا لهم احنا بنرد لكم الجميل دلوقتي، احنا تعادلنا مع الافريقي والاهلي هو البطل. فكانت طبعا بطوله غير عاديه، وكان اسامة عرابي كابتن الفريق هو اللي شال الكاس، واللي كان تعويضا للخروج عن كان تعويض عن الخروج، وكان ليها قيمه. كاس النخبه دي كمان كان ليها قيمه، لانك بتلعب بين اربع فرق اللي هو بطل وصيف ابطال الكاس
وبطل وصيف ابطال الدوري، فكانت بطوله قويه جدا. والسنه اللي قبلها اول اسماء كلها الفرق اللي موجوده وكان بيلعب بالصف الاول، كان بقى في احتكاك قوي وكله جاي ما شاء الله، والدليل الاهلي حرص ان يكون موجود بالصف الاول فيها، وصنعت نجوم بطوله، صنعت نجوم وصنعت اسماء. يعني البطوله ده منشط مجله الاهلي اللي معروض على الشاشه، صحيح ده المنشط بتاع كاس النخبه العربيه السوبر ده في ابريل 98، انا كنت موفد للفريق، والصوره دي فيها بعض الاسماء، بعض الوجوه بقت عواجيز دلوقتي. محتفظ انت في طبعا لان دي ذكريات ما اقدرش انساها يعني طبعا. ف يعني مثلا هشام حنفي مواليد البطوله العربيه بالجنين بتوعه في اولمبيك طبعا اولمبيك البيضاوي دي حاجه غير احمد نخله اول لمسه مع الاهلي في البطوله العربيه بجون ذهبي في الهلال السعودي. لا نجوم كتير من الاهلي، وسمير كمونه، وسمير كمونه كابتن سيد عبد الحفيظ، يعني كابتن وليد صلاح الدين ومراوغاته بقى وظهوره بشكل لا صحيح. البطوله العربيه كانت بطوله قويه جدا، بتظهر بشكل كويس جدا، وكانت يعني حاجه قويه جدا ممتاز طبعا. والاهلي لما كان بينظم البطوله دي كان بيضمن ليها النجاح جماهيريا وفنيا، لان النادي الاهلي طبعا انت عارف الشعبيه الجماهيريه الكبيره دي، ف كانت وجود البطوله العربيه في القاهره وفي استضافه النادي الاهلي مكسب غير طبيعي يعني. طب عشان نكمل بقى اللي احنا هنا خلاص قفلنا على القصه بتاعتنا، هندخل في حاجه ثانيه، لكن اكيد عايزين نكمل اللي اتكلمنا فيه في مباراه الوداد واهلي طرابلس، وانها بكره ما فيش مباراه، هنطير على المغرب سريعا. والاعلاميه المغربيه امال مقعيده، مساء الخير يا فندم. مساء النور، كيف حال استاذ الحمد لله يا استاذ امال. طبعا امور كتيره جدا من الصبح متداوله، مش حاطين ايدينا على الامور الصحيحه، وجانا من اهلي طرابلس الليبي ان المباراه غدا اتلغت، مش هتكون موجوده، وان احتمال ما يكونش ليها ميعاد تاني، وان في قرار اداري هيكون خلال الساعات الجايه، وحبينا نعرف من حضرتك الشق المغربي او الطرف الاخر رؤيته للموقف. اولا مرحبا بالمتابعين ديال البرنامج ديالكم وبالمشاهدين ديال الاهلي وقناه الاهلي. بخصوص مباراه الوداد واهلي طرابلس، يعني تحدثت عن ان احداث كثيره وقعت في الساعات القليله الماضيه، لكنها ربما الكواليس كانت منذ يومين، يعني مجموعه من التطورات والمستجدات، يعني في كل ساعه هناك مستجد جديد يلغي ما قبله. بالنسبه للمباراه هي مبدئيا الان هي ملغاه، وتم احالتها الى لجنه انضباط الاتحاد الدولي الاتحاد العربي لكره القدم عفوا للتداول بشان اختلاف فيها. مبدئيا الوداد هو كان رافض انه المباراه تؤجل للمره الثانيه بعدما كان متساهلا يعني لينا في التعاطي مع التاجيل الاول. الاهلي اهلي طرابلس كان متشدثا بقرار التاجيل الى الغد، وهو ما فشلت اللجنه المنظمه للاتحاد العربي لكره القدم في التعاطي معه، فقررت في اخر المطاف الغاء المباراه واحالتها الى لجنه الانضباط للتداول فيها. يعني استاذ امال الدوافع اللي خلت الوداد ياخد هذا القرار، يعني هل مثلا الحديث عن مباراه انها تتزامن مع السوبر الاسباني، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ وهل في دوافع اكتر من هذا السبب دفعت الوداد لعدم الموافقه على المشاركه في المباراه غدا؟ نعم، هو الوداد البيضاوي حتى نكون واقعيين وموضوعيين نشر بيانا جاد في موقعه الرسمي بشان ان المباراه تم الغاؤها، وانه سيتم التداول فيها لدى لجنه الانضباط التابعه للاتحاد العربي وفقط، ولم يذكر موقفه ولا حتى يعني الحيثيات التي تبعت التي وكبت المشكل من الاساس، ولم يعني ولم تعطي جمهوره حتى التفاصيل التي وكبت هذا الحدث. بالنسبه لما قلتهم بخصوص مباراه السوبر، لا يمكننا ان ننكر ان المقاربه الامنيه ربما فرضت نفسها في هذا المشكل، يعني المعيار الامني هو واجب، والمباراه في اول المطاف كانت مبرمجه في يوم الجمعه، ولا يمكن تاجيلها حتى تتزامن بعد يومين مع مباراه السوبر، وهي في الكثير الاخير هما مباراتان دوليتان من الطراز العادي، يعني وتستوجبان مقاربه امنيه كبيره. المغرب لا يعني
لا يستطيع ابدا هذا المعطى الامني، هذا معروف، وبالتالي لا يمكنه ان يغامر باجراء مباراتان من هذا الحجم في يوم واحد وبالتزامن مع مباراه السوبر المهمه، يعني مباراه برشلونه واسبيليا بنزول الدوري الاسباني، لا يمكن ان تجرى هكذا عاده وان نبرمج مع مباراه اخرى مهمه بالنسبه للجمهور الوداد. فهذه نقطه. نقطه ثانيه، لا يمكننا ان يعني سنذهب الى التفاصيل ربما، لا يمكننا ان نحرم جمهور الوداد الذي سبق واقتنى تذاكر مباراه السوبر واراد ان يشاهد مباراه برشلونه واحتفاليا من ملعب طنجة، لا يمكننا ان نحرمه من ذلك بداعي انه ان نؤجل له مباراته ونزامنها مع هذه المباراه مباراه السوبر. وبالتالي ربما هي مقاربه امنيه، مقاربه تنظيميه محضه، لا يمكن للنداس او لربما جهات عليا ان تتنازل عنها. الوداد صح في المره الاولى وقابل بتاجيل المباراه 24 ساعه، وكان واضحا في حديثي مع مسؤولي الوداد مثلا امس عندما تسربت اخبار بخصوص امكانيه تاجيل المباراه مره ثانيه، كانوا واضحين وكانوا متشتتين في رفض التأجيل لمرة ثانية. مسؤولي الاتحاد العربي كان لي اتصال أيضا وتواصل مع مدير الدورة طلال الشيخ، قال أنه وتمنى مجهودات الوداد وتضحيات الوداد بقبول تأجيل المباراة للمرة الأولى، وربما قرر تأجيل المرة الثانية ربما لم تدخل فيه اللجنه الممثله الوداد ايضا. استاذه امل تتوقعي بقى الاتحاد العربي؟ تمام. استاذه امل تتوقعي القرار الاداري هيكون لصالح مين؟ يعني لجنه الانضباط في الاتحاد العربي النهارده لما هتطلع قرار اداري هيكون لصالح مين؟ لان كل فرقه عندها عذرها. اتوقعه لصالح الوداد، ويجب في نظري ان يكون لصالح الوداد. لماذا؟ لأن ربما القرعة أجريت منذ مدة طويلة، كان على مسؤولي الأهلي الليبي أن يتوقعوا الأسوأ ويتوقعوا الصعوبات ويستبقوا الأمور ويخبروا نفسهم للمجيء إلى المغرب في وقت ربما قبل من الآن. يعني هم واجهوا صعوبات في التأشيرات، تدخل مسؤول المغرب وتدخل مسؤول الاتحاد العربي وتدخل مسؤول الوداد حتى يحلوا المشكل. عندما حلت مشكلة التأشيرات جاءت مشكلة غياب الرحلات، تم تخصيص طائرة خاصة بالضبط الأهلي الجديد. نعم، يعني كل الحلول تم يعني احنا في النهاية يهمنا الشكل العام يظهر بشكل كويس جدا، يعني الكرة الليبية، الكرة المغربية، الكرة العربية، أهم حاجة الشكل في الآخر يكون الشكل الأفضل، وإن شاء الله تكون كده سحابة يعني عابرة في التنظيم أيا كان مين اللي كان عنده المشكلة، وإن شاء الله يعني الاتحاد العربي ياخد قرار إداري يكون منصف للطرف اللي معاه الحق وتعدي الامور على خير. اشكرك استاذ امال مقاعدها الصحفيه المغربيه، وطبعا كده احنا اخذنا استاذ اسامه الجنبين سواء صحيح. وجهه النظر الليبيه او وجهه النظر المغربيه. صحيح، وللاسف زي ما قلت لك الموقف غامض. لا عارفين البيان بتاع نادي الوداد ما فيهوش حاجه. يعني بيقول ان المباراه اتلغت، لكن ايه السبب؟ ايه المبرر؟ ما فيش حد مبرر. يبدو ان مباراه السوبر الاسباني اللي هتقام في طنجة بين اشبيليه وبرشلونه يعني عامله حاله من الزخم وحاله من المتابعه، وان يعني يتحط في نفس اليوم كلام طبعا صعب. ما انا قلت لك مشكله البطولات العربيه الرزنامه في البطولات العربيه هي اصلا بطولات مش معترف بها دوليا، لان الفيفا زي ما انت عارف لا يعترف بالبطولات التي تقام على القوميه ولا اللغه ولا العرق ولا الدين ولا كده، يعني فالمسألة بالنسبة له مش هيعتمدها، البطولات العربية لن تعتمد، ولكن يمكن أن تندرج تحت بند المباريات الودية. طيب مين أولى، البطولات العربية ولا البطولات القارية؟ طبعا كل العالم بيقول إن البطولات القارية هي ليها الأولوية. طيب الاتحاد العربي عمل إيه؟ عمل دوافع جديدة، عمل مكافآت مجزية، ودخل سبونسر ودخل ده، لكن كل دوت محلش المشكلة الأساسية اللي هي الرزنامة. هتحطني فين في الزحمة دي؟
هتحطني في الدنيا زحمه. الاجنده مكتظه يعني. اديك شايف انت مباراه علشان الناس تتفرج، مش طبعاً. ما الناس ما لهاش علاقه غير ان هي بالفرجه. على فكره المغاربه مساله برشلونه وريال مدريد بالنسبه لهم زي الرجاء والوداد حاجه غير طبيعيه للعالم كله، مش لا تحديدا المغاربه. المغاربه كمان لقربهم في المسافه، انت عارف من طنجه بتاخد العباره 20 دقيقه بتبقى في جنوب اسبانيا، فهي المساله كمان بالنسبه لهم بيشجعوا ريال مدريد وبرشلونه حاجه كده يعني صعبه جدا يعني. ننتقل بقى للحديث بقى عن كورتنا بقى وشكلنا الرياضي، وشفت ابتسامة حلوة على وشك لما قلت نتكلم بقى عن كورتنا وتحديدا عن الدوري المصري. دوري قد يكون مختلف، دوري راجع، منتخبك راجع من كاس العالم بأيا كانت يعني اللي حصل. ما بلاش. لا ما بأيا كان اللي حصل في كاس العالم، لكن المفروض ان عندك كورتك كانت في كاس العالم بعيدا عن النتائج اللي حققتها، لكن كانت موجودة في المصف الأول وشاركت، لكن هو ده مستواك والدوري لم ينتج الفترة اللي فاتت أو أنتج والمدير الفني ما خدش ده كل وجهات لنظرك، لكن البداية من الدوري، دوري هذا الموسم كيف ترى؟ طيب علشان بس أنت ذكرتني بس بحاجة ممكنش حابب أن أنا أتكلم فيها. ما تكلمش لو مش حابب ما تكلمش. لا لحسن شكلها اللي بتاع عليك المواجع. بينه وبينك أنا تابعت بكاس العالم بمرارة شديدة جدا. يعني مسألة أن الناس دي كانت بتزلنا وبتقول لنا احنا رجعناكم كاس العالم بعد 28 سنة. الناس مين اللي بتزلنا؟ اللي بيزلونا اتحاد الكرة بيزلنا. واحد أعضاء الجهاز الفني قال لك مش كفاية أن احنا رجعناكم كاس العالم بعد 28 سنة. مين؟ اسامه نبيه قال كده في تصريح. ممكن ما يكونش بالحده دي. لا والكابتن مجدي عبد الغني قريت له التصريح كده، عضو مجلس اداره اتحاد الكوره قريت له كده، احنا كفايه ان احنا رجعناكم كاس العالم بعد 28 سنه. يا جماعه وانتوا بتمنوا علينا؟ هو احنا يعني ايه يعني المفروض؟ بس انت عارف ان مش كل التصريحات اللي بتتكتب قد تكون صحيحه الا لو يعني والله معلش أنا, انا 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 اشوف ان لو في تصريح نزل لك ومش صحيح وهيسيء ليك اطلع فيه. مزبوط. وخاصة ان انت تملك الادوات. يعني انت بس النهارده كمان اللي ما عندوش ادوات على الفيسبوك خلصت يا استاذ ايهاب. السادة اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره نصهم بيشتغل في الفضائيات. يعني وهو قاعد في البرنامج مش هيقول جمله. تمام. يا جماعه انا ما قلتش الكلام ده، يا جماعه الكلام ده مش صح، لكن انت تمن عليا ان انت وصلتني كاس عالم بعد 28 سنه. طيب يا سيدي شكرا كتر خيرك، عملت ايه بقى في كاس العالم؟ ماشي عملت مباراه كويسه قدام اوروجواي وكلنا سقفنا وكلنا هيصنا وكده، وبعدين بعد كده الفرقه فكت، غلبنا ثلاثه من روسيا، وبعدين قدمنا واحده من اسوا مباريات كره القدم في تاريخ مصر، اسوا من مباراه مصر اللي خسرناها قدام السعوديه في كاس القارات في المكسيك. هتقول لي ليه رغم ان الثانيه اتغلبنا خمسه؟ اتغلبنا خمسه وكان في ثلاث كروت. اسبابها ليها اسباب واضحه وليها اسباب. ايوه لكن دي انا بصراحه اتغلبت كوره. احنا كره ايه؟ احنا كان في دي كان فرقه كوره؟ لا يعني اتغلبت كوره عشان ما عندكش شماعات تعلق عليها. لا 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 احنا في الشوط الثاني بتاع مصر والسعوديه دي مش فرقه كوره. دي اي حاجه غير فرقه كوره معلش. يعني لو اشباح بتلعب مش هتلعب بالشكل ده. انا بصراحه يعني فخليني ساكتين بقى عشان بس انا المشكله في ايه؟ المشكله في ايه؟ المشكله حصل لغط كبير في مشاركتنا في روسيا، لغط كبير في حاجات كتير، وراحوا مدخلوا الراجل الغلبان محمد صلاح العالمي اللي كلنا بنفخر بيه وكلنا ودخلوه في سكك وحواديت وقصص طيب وبعدين؟ خلي بالك كل ما كانت تنقله، وانا هقول بقى على الملأ اهو، الصحافه والاعلام المصري 90% منه ما كانش صحيح، لان انا كنت موجود في روسيا وكنت ساعات حتى بعمل مداخلات تلاقي الزميل اللي بيكلمني في اي برنامج يقول لي ايه في كذا كذا، انا اقول له لا، تحس ان هو مش واثق في كلامك، هقول له طب احنا ما جيناش روسيا. طب تاخد المفاجاه بقى. اتفضل. انا ما كنتش معاك في روسيا وما كنتش في مصر، لكن عارف ان 90% من الاخوه الزملاء الموفدين لتغطيه اخبار المنتخب المصري ما شافوهوش غير في مباراه واحده. كانوا قاعدين في بلد تبعد عن محل اقامه المنتخب المصري مسافه قد كده وشافوه في مباراه واحده تقريبا. مزبوط. في سان بيترسبرج اللي هي مباراه روسيا دي المباراه اللي كله اتعمل عليها، لان كل واحد كان قاعد في مكانه ويتنقل حسب. وفي زملاء بقى غطت كاس العالم بالكامل بصراحه برضو. ايوه ما ده يحسب. ودول ايه يتعدوا على الصوابع. تمام. لا ما هم كلهم اللي طلعوا يتعدوا على الصوابع. ايوه ماشي معلش لا معلش يتعدوا على الصوابع اللي كانوا مع المنتخب. بالظبط. في كل محطاته. مظبوط. يتعدوا على صوابع ايد واحده مش على ايدين الاثنين. مظبوط. طيب اوكي حصل اللي حصل،
وحصل اقول لك حاجه ما حصلتش الازمه الكبيره والحديث عن المنتخب المصري بالسلب غير في مدينه سان بطرسبرغ لما جمع الاعلام كله ولما جمع نخبه المجتمع والفنانين وكذا 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 واقاموا في نفس الفندق بتاع المنتخب. بس ما هو ده بقى الكلام اللي فيه لغط، وانا راجل كنت موجود واشهد شهاده حق. طيب اتفضل انا معاك اسمعك. ما كانوش مقيمين في نفس الفندق، ما كانوش مقيمين في نفس الفندق خالص. اللي كان مقيمين، وانا اقول لك اهو بصراحه، كانوا مقيمين في نفس الفندق كانوا اربع خمس شخصيات. عمرو دياب وحمائي كانوا موجودين قبل المنتخب لانهم ليهم حفله في سان بطرسبرغ. حلو. ادي اتنين. وفي قسم تاني خالص لان الفندق كبير جدا، اللي اعرفه ان كمان مخصص اسانسير للعيبه ما حدش يشوفها وما حدش يقابلها. طيب الناحيه الثانيه كان في العميد احمد حسن، كابتن احمد حسن كان موجود برضه في نفس الفندق وبعيد عن اللعيبه، وكان في موجود اثنين وزراء سابقين. دول اللي كانوا موجودين. طيب. في فندق اللعيبه. اللعيبه بقى ليها جناح خاص في كنترول طبعا من الفيفا، وانت غطيت بطولات عالميه طبعا عارف ان مفيش اي حد يقدر يخش على الاسانسير ولا معاك كارت انه يطلع. حلو. عشان بس ما ناخدش وقت كتير، لكن دي بعيده خالص. طيب. خالص خالص. انا بقى مش بغض النظر عشان ما نحملش برضو لا الناس. لا لا ما انا بغض دي شهاده لله، بغض النظر عن كل الكلام ده بس خلي بالك، هي كانت عاجبه الناس حته ان الاعلاميين والفنانين راحوا بوظوا، كانت عاجبه الناس قوي، الناس كانت بترغي فيها كتير. ما سيبك انت يعني، عارف عنوان عجب الناس مع انه مش موجود. ما هو في اسطوانات كتيره بتعجب الناس. يعني في حاجات كتيره بتطلع في النص كده بتعجب الناس علشان الامور. لكن اللي انا عايز اقوله ان السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي كتب على صفحته على الفيسبوك ان هيكون في حساب. كويس. صح مظبوط، وقرينا كلنا الكلام ده. مظبوط. اتحاد الكوره السيد هاني بوريده عدو تنفيذية الفيفا وعدو الكاف قال في مؤتمر صحفي أمام ملايين في مقصرين وفي حساب وهيتم توقيع عقوبات. كويس. دلوقتي فات قد إيه؟ انت عشان الناس لسه بتحقق أو حاجة أو بتشوف. طيب يا أخي ريحونا، قولوا لنا إن في تحقيق. هيجرى حاجة؟ لا طبعا هيجرى حاجه. بالعكس ده هيجرى حاجات احسن حلوه. طيب يعني طيب ما هو ده هو ده الكلام. لكن احنا بقى دخلنا في ايه؟ دخلنا في الدوري، دخلنا في الحكام، دخلنا مش عارف ايه، دخلنا في ايه، دخلنا في حواديت كتيره. على اساس ان احنا مصريين يعني بنعتمد على الذاكره اللي عندنا، ذاكره السمك اللي هو ثواني وبينسى. لا ما ينفعش. ما ينفعش وما يصحش. لازم لما نفتح قصه لازم نكتب لها النهايه، وده للاسف مش موجود. احنا بنفتح قصه وحدوته وتبقى ان احنا نقعد نتكلم فيها النهارده وبكره وبعده وبعده، وبعد كده تنزل تنام لان في حدوته جديده وفي حكايه جديده وفي قصه جديده. طب ما هو لمصلحه مين؟ لا اللي حصل في نوع من القصور ولو حتى الفني. طيب فين في انواع قصور كتير؟ فين تقرير الخواجه؟ هكتور كوبر. فين تقرير احمد ناجي؟ فين تقرير اسامه نبيه؟ فين تقرير الناس دي؟ محمود فايز نفسه ما جبتهمش ليه وقعدتوا معاهم؟ تشوف الناس دي اشتغلت الفتره دي ازاي، وايه المشاكل اللي واجهتهم، وايه العقبات اللي حصلت معاهم، علشان تبدا تبني. انا اقول لك كلمه بسيطه، ربما كان الفرحه باننا وصلنا كاس العالم، بس بعد الوصول ايه؟ ما اعتقدش اللي كان فيه اي خطط ولا اي رؤيه. يا استاذ ايهاب، انا حضرت كاس العالم مرتين. المرة الأولى سنة 89 لما تأهلنا مع كابتن محمود الجوهر الله يرحمه. الله يرحمه. وكنت لسه في بداية مشواري في الصحافة وحضرت البطولة دي. مش عايز أقول لك اللي كان بيعمله كابتن محمود جوهري كان شكله إيه. كان بياخد الجيل 90 بيحكي يعني بصراحة. بنسمع حاجات يعني بصراحة. لا ولا اسمعوا من كل الجيل، ما تسمعوش من 2 3 بس، لا اسمع من كل الجيل، من كل الجيل سواء مشاهير أو لا. الكابتن جوهر الله يرحمه كان استاذ في الانضباط والالتزام غير طبيعي. انا كصحفي كان هو يعني في علاقه كويسه. لما كنت اروح معسكر المنتخب، كان معسكر المنتخب فين؟ في دار الدفاع الجوي. وهو يملك ان يحطه في اعظم فنادق مصر، هو اللي بيختار، لكن بس هو بينقي المكان. مختار دار الدفاع الجوي ليه؟ لان دي منشاه عسكريه، فبالتالي اللي داخل واللي خارج معروف رايح فين وجاي منين. فانت كصحفي او اعلامي، واحنا كنا ما كانش لسه بقى موضوع الفضائيات والدنيا، كانت المساله مختصره على عدد محدد عارفهم بالاسم. لما بنوصل هناك بيكلموا الامن، يا كابتن في فلان وفلان وفلان. خليه يتفضل. بس بنتفضل، بنروح فين؟ بنقعد معاه، نشرب الشاي، القهوه، يقول لنا اسالوا اللي انتوا عايزينه. لكن احنا نقرب للعيبه، ها نقرب للعيبه
او المساله تبقى مفتوحه سداح مداح ان انت اللي عايز يعمل حوار مع واحد صاحبه يعمله؟ مستحيل. مستحيل الا في الايام اللي محددها. الوقت بيجري بسرعه. نروح للدوري عشان الملف ده ايه؟ اتفضل. يعني ملف انت برضو ايه حطيت التاتش بتاعك والعنوان فقلت اللي انت عايزه. الدوري شايف المنافسه ازاي السنه دي؟ وشايف الدوري المصري ويبدو ان كده في بشائر حلوه في اسماء وشباب صغيره طلع عكس السنتين اللي فاتوا. والله الدوري السنه دي مش سهل. الدوري السنه دي مش سهل لان في اكتر من منافس. المنافسه غير طبيعيه طبعا مع الصرف الرهيب اللي حصل والاستعدادات الرهيبه اللي حصلت للمنافسين. بس انا شخصيا لو هتتكلم على الاهلي انا مطمئن الاهلي مع المدرب الجديد باتريس كارترو. مطمئن للروح اللي موجوده. كل تخوفي الوحيد من اخطاء الحكام. اخطاء الحكام اخطاء الحكام. يعني من الاسبوع الاول واحنا بدانا نشوف اخطاء حكام. سواء تخوفك ده خوفنا انا لان التخوف العادي ان اخطاء حكام بتبقى مش مقصوده لكن تخوفك بهذا الشكل تخوف خوفني للاسف الشديد. يعني احنا شفنا في ماتش الاهلي والاسماعيلي في الافتتاح نتيجه 1-1 المباراه. الاهلي ليه هدف صحيح الغى الحكم بداعي خطا وفاول لكن للاسف الشديد شفنا استديوهات التحليل كلها مركزه على الهدف اللي سجله الاهلي الصحيح انه كله بيقول انه تسلل. يا جماعه الخير انتوا يعني معلش يعني الخبراء مش عارف يعني مساله تحليل الحكام في الـ في الـ في الـ في القنوات الفضائيه المصريه محتاجه اعاده نظر. ما ينفعش الحكم واحد او محلل او خبير واحد ويجي يختار الحالات اللي على مزاجه اللي هو بيحب فلان وبيكره فلان. ما هو بشر. ده انت بتشوف ده. انا بشوف ده للاسف. لان الطبيعي حتى في بعض القنوات الكبيره طالما اعتمدت على واحد فالواحد ده بشر فليه بيحب ويكره. انا لاحظت حاجه ان ممكن تجيب لعبه معينه وحكم يتناولها بشكل معين وبنفس القانون ممكن نفس الكلام الحكم الثاني بيطلع يقول كلام مغاير وهما اتنين حكام ولهم اسمائهم مثلا. ما هو ده. بص المساله ان احنا مشكله التحكيم من زمان في مصر ان انت انسى الالوان. انسى الالوان. لكن مشكله المفروض عداله على الجميع. ده المفروض طبعا المفروض العداله طبعاً. على الجميع طبعاً. لكن للاسف الشديد احنا في حسابات الحكم بيبقى نازل وفي حسابات عشان كده تلاقي الحكم المصري في المباراه الافريقيه ولا المباراه الدوليه 10 على 10. لكن للاسف في المباراه المحليه مساله الزن على الودان والحسابات والخوف من الصوت العالي والكلام ده بيأثر جدا على القرارات. وحتى ده كلام مهم وكلام خطير. للاسف الشديد. وعلشان كده انا مع البعض اللي طالب بتطبيق تقنيه فيديو الحكم المساعد. تطبيق تقنيه فيديو الحكم المساعد اللي اتطبقت واعتمدها الفيفا في المونديال اللي هي اختصارها احنا مؤهلين. ما انا هقول لك اهو الفار احنا مؤهلين لده. الفار بسهوله جدا تعمله. ما هو المساله ببساطه الفار هنقول بس اختصار الفار دوت اللي هو فيديو اسيستنت ريفري. لو طبقت الفار في مصر في فرق كتير هتقع في المصيده. لو طبقت الفار لكن تطبيقه سهل. تطبيقه محتاج اولا ناس بروفيشنال تشتغل في التغطيه التلفزيونيه. النقل زاد الكاميرات والكلام ده ولا او ناس تبقى بتوع كوره. ما احنا معلش يعني ناس تبقى بتوع كوره. فكره مخرج التلفزيوني في الكوره ده متخصص في العالم كله. وبعدين على فكره افضل المخرجين المصريين اللي بيديروا في القنوات الفضائيه اللي هي قنوات العربيه كلها معظمهم مصريين. معظمهم مصريين تمام مظبوط. ولكن انا مش عارف ايه اللي بيحصل هنا. يعني انا الكره بتبقى هجمه خطيره او ضربه ركنيه وممكن الاقي الكاميرا على المدرج علشان في واحده حلوه او واحد حلو قاعد او واحد صاحبه جميل. ايه ده يا جماعه؟ ما ينفعش كده. علشان تبقى عارف ان الفيفا بيشترط في تطبيق الفار ان يبقى الطقم اللي هيشتغل طبعا لازم يبقى طقم بروفيشنال. وعلى فكره كمان اللي بيبقوا قاعدين بيبقوا ثلاث حكام مساعدين ومعاهم حكم رئيسي بيبقوا قاعدين في غرفه الفار وقدامهم مجموعه من الشاشات. الكلام حلو لكن ده انا هقول لك بقى على حاجه مصيبه بقى.
وفقا للتعليمات اللي كان بدايه الاتحاد الدولي للحكام ما كانوش عايزين ينجحوا تجربه الفار في الاتحاد في 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 كاس العالم. في كاس العالم ليه بقى؟ معظم الحكام اللي اتكلمت معاهم سواء كانوا عرب أو, او 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 حكم مصري كان موجود او حكام كان يقول لك التعليمات بتجينا من الاتحاد الدولي يعني ان انت برضو لازم تشوف اللعبه من منظورك. لذلك شفنا اكتر من حكم ودي كانت غريبه جدا. الفار قال له وهو اصر وحصلت معانا في ماتش مصر والسعوديه اللي هو البنالتي. فبرضو فيها هو فيها هو فيها كلام طبعا التطبيق بس التطبيق الموضوع رائع جدا ويا ريت يطبق بشكل فكره مش هيقلل من المتعه خالص من وجهه نظري. لا 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 انا شايف بالعكس هيقلل من ايه؟ هيقلل من في فرق للاسف يعني لما تجي لك العداله ايه المتعه اللي هتقلل لما تجي لك العداله؟ اقول لك على حاجه لو تم تطبيق الفار علشان الفار والمصياده بس الفرق اللي هتخش المصياده دي في فرق بتبقى ليها مكان يعني متقدم لو تم تطبيق الفار الفار هيخش المصياده ايوه وفي فرق هتبقى مهدده بالهبوط في فرق من المقدمه هتبقى مهدده بالهبوط لان الفرق دي بتتجامل بشكل فلك لكن لما في وجود الفار هيوضح كل حاجه والحكم هيقف والحكم هيشوف والحكم هيرجع فاحيانا هيبقى مضطر انه اللي شافه في الاعاده غير طبيعي. اكيد نقطه مهمه جدا وكلامك وصل بشكل كبير جدا. اختلفنا اتفقنا في قصه الفار لكنها حاجه مهمه جدا. نتمنى يكون عندنا الامكانيات والتقنيات اللينا نتعامل عليها. الوقت معاك بيعدي بسرعه. شرفتني ونورتني وكنت بقى يعني مش هقول ضيف في مكانك لان طبعا بادئ مع منظومه النادي الاهلي من زمان ولك صولات وجولات وحكيت بعض من الذكريات الرائعه جدا ذكرت بيها كل جماهير الاهلي. شرفتني ونورتني كاتبنا الكبير الاستاذ اسامه السويسي. انا اللي متشكر جدا ليك ويا رب نكون ضيوف خفاف على جماهير النادي الاهلي يا رب. طبعا صاحب بيت واستمتعنا بكلامك وبعدين انت برضو يعني لسه الجرأة زي ما هي والشقاوة زي ما هي لكن كل عناوينك وصلت لكل مشاهدي قناة النادي. تسلم. شكرا تسلم. فقرة مميزة جدا جدا مع كاتبنا الكبير الأستاذ أسامة السويسي. هنروح فاصل ونرجع نتواصل. اهلا بكم من جديد. لسه متواصلين معاكم وصلنا لفقره من بره الاهلي. من بره الاهلي طبعا فقرات مهمه جدا في برنامجكم الاهلي الليله ونروح للتقرير الاول وتقرير مع رئيس المركز الاولمبي. المركز الاولمبي من بعد تطويره وتفضل السيد الرئيس بافتتاحه في شهر 2/2/16 المركز بيقدم خدماته لكل المنتخبات القومية والفرق المصرية والعربية والهيئات المحيطة بالمركز الأولمبي. المركز مجهز إقامة وتدريب في كل الألعاب باستثناء بعض الألعاب البسيطة اللي ملهاش ملاعب عندنا. المركز بيوفر معسكر تدريبي مناسب من حيث الإقامة وأماكن التدريب بدون تنقلات. الإقامة والتمرين بينهم وبين بعض في حدود 100 متر بين الإقامة وأي صالة تدريب وده الهدف من اختياره وتنفيذ مكان لمنتخبات مصر تتمرن فيه. نشكر عليه القائمين كانوا في الوقت السابق اللي هم دكتور عبد الحق جمال الدين رحمة الله عليه والسيادة اللواء عبد الكريم درويش والناس اللي خصصت قطعة الأرض دي بالقرار الجمهوري لتدريب المنتخبات القومية. عندنا مجموعة من الصالات بتخدم تقريبا 14 لعبة قلنا الهاندبول السلة الطايرة الأثقال الجمباز الملاكمة الجودو تنس الطاولة السلاح التايكوندو الكونغ فو مضمار ألعاب القوة بخلاف الصالات اللي يحتاجها أي مدرب للتمرين من قاعة محاضرات أو ورش عمل أو ساونا أو جاكوزي أو جيم.
طب رياضي. الفندق فيه عدد 150 غرفة بقوة استيعاب 400 سرير، بيدار من قبل إدارة فندقية متخصصة بحيث توفر للعبتنا الإقامة والإعاشة على أحدث المواصفات الفندقية اللي ممكن يقيم فيها أي منتخب مصري مسافر برة. ما بيقلش مستوى الفندق بتاع المركز الأولمبي عن مستوى أي فندق ينزل فيه أي لعيب في أي بطولات خارجية. الدور اللي بيقوم به المركز إن إحنا بنوفر تمرين على مدار 12-13 ساعة للمنتخبات من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 11-12 بالليل. في بعض الملاعب وبعض الاستخدامات بتمتد لحد الساعة 2 بالليل، زي الملاعب الخماسية، زي قاعات ورش العمل للأوركسترا والوفود الشبابية اللي بيحصل لها تجمعات من قبل الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، بيعملوا لها تثقيف وتطوير بحيث تبقى الناس دي بتواكب المراحل اللي بمر بيها الشخصية المصرية، من حيث الناس دي الإدارات المركزية بتجيبها من كل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، تعمل لها تثقيف وتوعية بحيث تبقى مندمجة مع المجتمع المصري وسط الشباب المصري في مكان تدريب المنتخبات المصرية. مركز الأولمبي بمعادي ده مركز إعداد الأبطال، وطبعا تحفة ومفخرة لكل المصريين لأنه موجود فيه كل الإمكانيات والتأهيل، ومعسكر مهم جدا في كل الرياضيات وينفع لعيب المنتخبات بشكل كبير. يمكن الأستاذ عاطف حمودة اتكلم وسرد المركز، لكن فعلا عايزين نقول إن دي حاجة مشرفة للرياضة المصرية، وفي متخصصين بشكل عالي جدا، والتطوير الأخير خلاه يكون موجود ويؤدي وظيفته المهمه. ده لعيبه كتير بتتدرب هناك زي محمد ايهاب، زي كل اللعيبه اللي بتتدرب والابطال المصريين، لكن محمد ايهاب حاله خاصه، وحاله خاصه في رفع الاثقال، واحد من ابطال العالم وبطل اولمبي وبطل مصر. اكيد كان لينا معاه وقفه وتقرير، تعالوا نشوف ونرجع نتواصل. بطولة العالم 2017 كانت سنة طبعا كلها ذهب، وعدت الناس ان انا اقدر بالامكانيات الموجودة والجهاز الفني المصري ان احنا نقدر نوصل للتصنيف العالمي، لصدارة التصنيف العالمي، وان احنا نوصل للميدالية الذهب. وبقالنا كتير جدا ما وصلناش للميدالية الذهب، يعني ممكن من سنة 48 ما وصلناش للميدالية الذهب بعد البطل الكبير الله يرحمه كابتن محمود فياض. انجاز بندور عليه من زمان، وصدارة التصنيف العالمي كان حلم انا، وان انا اخش في افضل 45 في العالم كان مفاجاه بالنسبه لي، وان انا ابقى رقم 2 على العالم في افضل 40 في العالم حلم كبير، وان شاء الله الفتره الجايه نقدر نوصل لده. من اول السنه وانا بحاول اشتغل على نفسي عشان اقدر ان انا كل بطوله دي على قدها، وان انا اجيب الميداليه الذهب. وهو ده الناس لازم تفهمه، ان مش كل البطولات هزر بارقام كبيره، ولكن كل البطولات انا بحاول ان انا اوصل للميداليه الذهب. فان كان بطوله افريقيا 90% من ارقامي بجيب منها ميداليه ذهب، فمش شرط ان انا اوصل لل 100% الماكسيمم. انا كل الهدف والفورمه بتاعتي بتظهر في البطولات الكبيره اللي هي بطوله العالم، الدورات بالشكل اللي انا نفسي فيه. عشان كده في 2017 طول السنه وانا ارقامي كلها مش ظاهره لحد بطوله العالم الكبار، وصلت ان انا افضل اظهر بافضل ارقام ليا بمجموعه 361 كيلو، حاطط الدهب الخطف ودهب الكلين ودهب المجموعه، فرق 9 كيلو عن اللي ورايا، وصدرت التصنيف العالمي فرق كيلو واحد عن البطل الروماني. كان اول السنه بطوله الضم الاسلامي في اذربيجان عملت ذهب، بعدها بطوله افريقيا في موريشيوس عملت 3 ذهب، وبعدين بطوله العالم عملت 3 ذهب وصدرت التصنيف العالمي، بعدها بطوله عربيه في اخر السنه جبت فيها 3 ذهب. السنه اللي بعدها 2018 من اول السنه واحنا مستعدين عشان دوره على البحر المتوسط، ودوره بتيجي كل 4 سنوات الاولمبيه. تطور فين بالنسبه للمنافسين؟ الحمد لله سافرت ببطوله اسبانيا اللي هي دوره على البحر المتوسط، وعملت فيها ميداليتين ذهب، حطمت فيها رقمين في الخطف، وحاولت ان انا احطم رقم الكلين بعد ما خدت الميداليه الذهب. طبعا ما وفقنيش، ما حالفنيش الحظ، كان قبلها ظروف يعني رمضان والعيد والكلام ده، يمكن دي اللي خلت بحمل التدريب في كلين. ولكن ان شاء الله الفتره الجايه في بعد 95 يوم بطوله عالم كبار
في تركمانستان ودي مؤهله للدوره الاولمبيه، وان شاء الله نحقق فيها الميداليه الذهب ونحقق فيها ونزيد من رصيدنا في الميداليات العالميه. وهدف كبير جدا ان احنا نتاهل الفتره الجايه 6 بطولات مهمين، 2 عالم 2 افريقيا 2 جائزة كبرى، منهم هنتاهل للدوره الاولمبيه اللي هي البطوله السابعه في طوكيو 2020، كلها 2 سنين ان شاء الله، ونقدر ندي بصمتنا ونجيب الميداليه الذهب ان شاء الله، ونعيد امجاد ابطالنا العظام الكبار خضر التوني وسيد نصير. كلنا فخورون بمحمد إيهاب، عندنا فخر كبير بمحمد إيهاب، لاعب المؤسسة العسكرية المصرية ولاعب المصري الكبير في رفع الأثقال. وإذا كنت أنت مش مصدق نفسك إذا بقيت تاني عالم، لا ده احنا عندنا فيك طموح أكبر من كده. مصر كان ليها الريادة من أيام خضر التوني ومن أيام طبعا الربعين الكبار جدا، سواء كانت الرياضة راحت لدول كتير، ولكن بداية جديدة في رفع الأثقال وتحديدا من المؤسسة العسكرية. ومحمد إيهاب واحد من الربعين المميزين جدا اللي لسه قدامه مستقبل كبير جدا، وبنطمح معاه في ميداليات كبيرة سواء في بطولة العالم الجاية أو في طوكيو 2020 إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله في ميدالية كبيرة جدا إن شاء الله تكون الميدالية الذهبية. فقراتي كده بتكون بتنتهي معاكم، لكن لسه فقرة واحدة، فقرة مهمة جدا هي الفاكهة بقى في برنامج الأهلي الليلة، فقرة مميزة جدا، فقرة تستمتعوا بيها بالرياضات العالمية والكرة العالمية مع المتميز والمتألق دائما عمر ربيع ياسين. عمر هستمتع معاك بفقرة عالمية، ودائما أنا بقول لك كده من متابعينك ومن مشاهدينك في هذه الفقرة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ إيهاب الخطيب، كنت مشرفنا طبعا ومنورنا فيها الاستوديو، اكيد دايما بنستمتع بيك واستمتعنا معاك على مدار الحلقه. خلي بالك بدايتك في الكره العالميه كانت في برنامج الخبر هنا في قناه الاهلي. لا طبعا يعني واحد من اللي ليهم افضال بعد ربنا سبحانه وتعالى في المسيره كلها، بدايه من الكره العالميه اللي ابتدت فعلا على قناه الاهلي، والفضل لقناه الاهلي اللي قدمتنا كلنا عمر، وخليني بقى استمتع بيك واقول لك بالتوفيق. ربنا يخليك، شكرا جزيلا استاذ إيهاب الخطيب على وجودك معنا في الاهلي الليله. واخر فقراتنا اليوم في الاهلي الليله وهي فقره الكره العالميه، احداث كثيره جدا واخبار موجوده على الساحه المحليه والعالميه، ختام اخر مباريات موجوده في الدوري الانجليزي، مباراه هادرسفيلد وتشيلسي ابرز اللقاءات اللي كانت موجوده، شفنا امبارح فوز المان يونايتد على ليستر سيتي 2-2، لسه ما فيش اي مفاجآت. رمضان صبحي لاعبنا المصري لم يشارك في مباراه اليوم وكان موجود فقط على مقاعد البدلاء، بكره ان شاء الله تبقى مباريات اقوى بكثير من مباريات اليوم. عندنا 3 لقاءات مهمين جدا، نبدا بالبدايه ومباراه السوبر الالماني ما بين بايرن ميونخ واينتراخت فرانكفورت في السوبر، مباراه قويه جدا. مباراة تانية هتكون مباراة برشلونة وأشبيلية في السوبر الأسباني واللي هتقام في مدينة طنجة المغربية، وهتكون مباراة واحدة فقط لا غير، وده يمكن من فترة كبيرة جدا ما حصلتش، كانت كل سنة بتبقى مباراة ذهاب وإياب، وآخر مباراة تابعناها كلنا كانت مباراة السوبر ما بين برشلونة وريال مدريد واللي انتهت بفوز ريال مدريد، لكن برشلونة وأشبيلية مباراة أكيد هتكون قوية جدا جدا، دوافع جديدة عند الفريقين وهنتكلم بشكل اكبر لما يجي وقت خبر المباراه. واخيرا مباراه مانشستر سيتي وارسنال، ومباراه قويه جدا جدا في اولى لقاءات الفريقين في الدوري الانجليزي. محمد النني هل هيشارك في لقاء غد ولا هيكتفي امري بوجوده على مقاعد البدلاء؟ اعتقد ان شاء الله ان امري اكيد هيوصل لافضل تشكيل، ونتمنى كلنا كمصريين وجود محمد النني في التشكيلة الرئيسية، أكيد لاعب من اللعيبة المهمة جدا سواء مع منتخب مصر أو مع فريق أرسنال وجوارديولا، وطموحات جديدة بعد فوزه بالسوبر الإنجليزي أو الدرع الخيرية الإنجليزية، بيطمح في استمراره على عرش الكرة الإنجليزية، سواء على بنتكلم على الدوري، بنتكلم على كاس، بنتكلم على حاجات كثيرة جدا. لكن زي ما قلت لحضراتكم معانا احداث كتير، نبدا بخبر مهم جدا جدا ومن خلاله نبدا نفتح مع حضراتكم مواضيع، وبايرن ميونخ يطلب التعاقد مع ايفان راكيتيتش، خبر اكيد مهم جدا، راكيتيتش واحد من اللعيبه المميزين في برشلونه، برشلونه تعاقد مع بايرن مع فيدال ارتورو فيدال لاعب بايرن، فبالتالي مش عارفين طب ليه بايرن ميونخ من الاول ما عرضش على برشلونه
ان يبقى في صفقه تبادليه بدل ما هم محتاجين خدمات ايفان راكيتيتش اللي عنده 30 سنه ولسه وصيف العالم مع منتخب الكرواتي. وبالتالي لسه هنعرف هل بايرن ميونخ فعلا العرض اللي قدمه ب 19 مليون يورو، بنتكلم على دي القيمه طبعا اللي كانت يعني في كلام على انتقال راكيتيتش لبرشلونه بارقام مختلفه، لكن ما اعتقدش ان راكيتيتش يتم الاستغناء عنه من قبل برشلونه، يعني برشلونه بيدعم نص ملعبه. كان في كلام على بوجبا لكن بوجبا خلاص باقي مع مانشستر، وهو مورينيو خلاص بدا ان هو يعني يفهم تيمي بوجبا ايه، وبدا هما الاثنين يتعاملوا مع بعض بشكل كويس وبصوره جيده. شفنا ختام الموسم الماضي كان بوجبا في بعض المشاكل اللي بتواجهه مع جوزيه مورينيو، لكن انا اعتقد ان راكيتيتش هيكون باقي في صفوف فريق برشلونه. كمان بما ان احنا بنتكلم على المانيا وبنتكلم على البايرن، بكره عندنا لقاء مهم جدا، لقاء بايرن واينتراخت فرانكفورت السوبر. وهل هيستمر هيمنه فريق بايرن ميونخ على الكره الالمانيه؟ هل ممكن نشوف فريق جديد زي برود؟ مش فريق جديد، ده بنتكلم ان ممكن اسم تاني، لا بنتكلم على فريق جديد يبدا ياخد هيمنه الكره الالمانيه حتى يكون متواجد في فوزه بالدوري الالماني. بنشوف بايرن ميونخ بيكتسح كل سنه، الموسم الماضي يعني تقريبا فارق 20 نقطه ما بينه وما بين صاحب المركز الثاني. ما فيش اي منافس لفريق بايرن ميونخ لا في بطوله الدوري ولا في بطوله الكاس. بايرن ميونخ دلوقتي بقى يفكر في بقى الهدف الاكبر هو دوري الابطال اوروبا. دوري الابطال اوروبا بقى بالنسبه لبايرن هو الحاجه الصعبه، الحاجه اللي محتاجه مجهود، لكن بطوله الدوري او بطوله الكاس يعني لو لعب حتى بالسكند تيم اعتقد ان فريق بايرن ميونخ عنده من الامكانيات رهيبه اللي موجوده في مديره الفني الجديد اللي هيكون موجود الكرواتي اللي هيكون موجود في بدايه الموسم ان شاء الله اللي هيبدا من اول بكره، او حتى في اللعيبه اللي موجوده اللعيبه على اعلى مستوى. لكن بايرن ميونخ في علامه استفهام انه ما جددش الموسم ده بلعيبه مميزه، بلعيبه جدد، معظم اللعيبه سنها بيكبر زي فرانك ريبيري زي ارين روبن، حتى ليفاندوفسكي داخل في 30 سنه، وبالتالي لسه مش عارفين اخر يعني ايه اللي ممكن يحصل مع بايرن. هل بايرن يعني هل هيبدا مستواه ينخفض بسبب معدل الاعمار اللي موجوده في الفريق ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه ونتابعه بدايه من لقاء بكره. طيب معانا اكيد مداخله من المانيا علشان نعرف منه اكيد اخر الاخبار الخاصه بلقاء بكره، ايضا بالازمه اللي موجوده في المانيا الخاصه بمسعود اوزيل. هو كارستن جيرمن الصحفي الالماني. مستر كارستن، هاو ار يو اند ويلكم تو الاهلي تي في. Hello, I'm fine. Welcome to Cairo. Good evening. Thank you so much. First of all, I want to know from you the latest updates for the big game tomorrow of the Super Cup between Bayern Munich and Eintracht Frankfurt. Yeah, this is a big match. We all look ahead in Germany because Niko Kovac is facing his former club, Eintracht Frankfurt, whom he led to its first title in 30 years in three decades. And this is a very big game, a season opener, and we all look forward to it to see how the stars of Bayern Munich came back after the World Cup, and also what will Eintracht Frankfurt do with Ante Rebic, the runners-up from Croatia. I will translate to the audience, and I'll be back to you by the second question. سألته على رأيه في مباراة بكرة في السوبر الألماني ما بين بايرن و اينتراخت فرانكفورت التي تبقى اولى لقاءات المدير الفني الجديد الكرواتي لفريق البايرن، وبالتالي كلنا هنكون متطلعين ونشوف فريق بايرن يعني هيكون عامل ازاي، هيأدي بمستوى شكله عامل ازاي. مستر كارلسن، do you think that Bayern will do as always and win the league, or we can see a new team, a new winners to the Bundesliga? Yes, of course, Bayern Munich are the big favorites of the for the Bundesliga title. Yes. But Borussia Dortmund has strengthened its squad. They have done some very good transfers. I think they got Axel Witsel, a Belgian cup player. And so I think we will see a very good Bundesliga season, and perhaps we will get a surprise. سألته على هل ممكن يكون في منافس جديد في الكرة الألمانية بعد احتقار بايرن ميونخ للبطولة لأكثر من عام ويعني هيمنته على الكرة الألمانية. قال لي بروسيا دورتموند عمل بعض التعاقدات القوية، هو ممكن يعني شايف ان فريق بروسيا دورتموند ممكن يكون قادر على منافسة البايرن في الموسم الحالي. مستر كارلسن، I want your comments about Ozil retirement from the international football. Pardon me?
I want to know your comment about Masoud Ozil retirement from the international football with the German international team. Oh, Germany played a very bad World Cup, the most baddest World Cup in history. So it was very, very shameful for all of us. But we are looking forward to get on our feet back again against France in the UEFA Nations League in September. Yes. And I think Joachim Löw has to make some personal changes within his team. And, of course, the retirement of Mesut Özil and Mario. Yes, I want to know your comment. Do you think that he will be back again and play with the German national team, or it's last decision and he will retire from the international football for the rest of his football career? No, I don't think so. So it's over? Yes. And what is your comment? Do you agree with Masoud Ozil or do you disagree? On me? Do you agree with his retirement or you disagree? I disagree with that. Yes. And why? Because I think Mesut Ozil did not play very well in the World Cup, and he did not play very well during the last years in the German international team. So his retirement was just a consequence of the last years. Yes. سألته على رأيه في أزمة مسعود أوزيل وطلبت منه التعليق على الأزمة وعلق طبعا على مستوى المنتخب الألماني ما كانش جيد في البطولة الأخيرة وبالتالي مسعود أوزيل قراره في أن أنا بقول له هل بتأيد قرار اعتزال الكرة مع المنتخب قال لي لا أنا مش بأيده وفي نفس الوقت هو اتكلم كمان على أن مسعود أوزيل أكيد ما كانش أفضل حالاته في الفترة الأخيرة في كأس العالم لكن قبل كده أدى بشكل رائع جدا مع المنتخب وشارك معاهم في الفوز بكأس العالم وسألته كمان هل ممكن مسعود أوزيل يرجع في القرار قال لي لا هو ده القرار اللي هياخده لحد نهاية فترته في عالم كرة القدم. Also about the German national team or the Mannschaft, do you support Joachim Löw as a head coach of the German football team, or do you think that they need a change of a mentality, a change of a tactic, or a way that can the German side can hire a new head coach? Yeah, I think we need changes in many, many points in the international team. We need more players that come in from the under 21 yes. international team or from the under 20 international yes. team. Yes. And I think for a restart, there has been a new manager needed. And it was probably not the very best decision to keep Joachim Löw as a coach. He made a very, very good job with the German international team. He became a world champion. But after 12 years in charge, it would have been better to resign and to leave it to another new coach in order to bring new impulse. Mr. Kasten, thank you so much for your time. And of course, we will have you again on Al Ahli TV. Thank you so much. طبعا السؤال الأخير كنت بسأله على هل تؤيد استمرار خواكيم لوف مديرا فنيا للمنتخب الألماني ولا شايف أن المنتخب محتاج تغيير في العقلية الفنية الموجودة قال لي لا المنتخب الألماني محتاج في تغيير في عدة نقاط واتكلم أبرز النقاط اللي اتكلم عليها هو الاستعانة بلاعبين شباب تحت 21 سنة يدعموا المنتخب الألماني بشكل قوي جدا جدا دي كانت مداخلة من ألمانيا علشان نعرف آخر الأخبار والمستجدات الخاصة بلقاء السوبر غدا إن شاء الله وأيضا بأحوال المنتخب الوطني الألماني نكمل معاكم باقي الأخبار النهاردة كان لقاءات في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي هنقول لحضراتكم أبرز النتائج نيوكاسل مع توتنهام كسب 2-1 وفولهام وكريستال بالاس بيفوز 2-0 على فولهام وواتفورد بيفوز 2-0 على برايتون وهادرسفيلد وتشيلسي ده اللقاء اللي كلنا كنا متابعينه بسبب وجود رمضان صبحي مع فريق هادرسفيلد لكن هادرسفيلد بيخسر 3-0 من تشيلسي رمضان صبحي لم يشارك في المباراة ولكنه كان متواجد على مقاعد البدلاء وبورنموث وكارديف سيتي بورنموث بيفوز 2-0 واخيرا وولفرهامبتون وايفرتون 1-1 و ايفرتون انا شايف ان هو ممكن يكون الحصان الاسود لبطوله الدوري الانجليزي الموسم الحالي بكره ان شاء الله
معانا لقاءات مهمه جدا 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 في الدوري الانجليزي، وابرزها بالنسبه لينا كمصريين هو ليفربول وويست هام يونايتد، ولقاء قوي جدا موجود ان شاء الله محمد صلاح في اولى لقاءاته مع فريق ليفربول، وايضا ارسنال ومانشستر سيتي، واللي محمد النني كمان نتمنى ان هو يكون موجود مع فريق ارسنال في اولى لقاءات ارسنال في الدوري الانجليزي، وختاما ساوثهامبتون وبرنلي في اخر جولات من الدوري الانجليزي اللي هتكون بكره ان شاء الله. ده الدوري الانجليزي، عندنا ان شاء الله بكره لقاءات مهمه جدا، اشبيليه وبرشلونه في السوبر الاسباني، واينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ ده في السوبر الالماني. دي ابرز اللقاءات اللي هتكون ان شاء الله بكره، ودي ابرز النتائج اللي كانت موجوده في الدوري الانجليزي. هنروح مع حضراتكم لمباراه مانشستر وليستر سيتي، واكيد طبعا مباراه انتهت بفوز مان يونايتد 2-1، مباراه كانت قويه جدا، اليونايتد اتقدم 2-0، لكن المباراه بتولع في اخر 5 دقائق، جيمي فاردي بيجيب هدف بيقرب النتيجه شويه لفريق ليستر سيتي، لكن اليونايتد بينجح انه يخرج من اول لقاء ليه في الدوري الانجليزي هذا الموسم ب3 نقاط مهمين جدا جدا في مشوار جوزيه مورينيو في محاوله خطف اللقب من مانشستر سيتي. تعالوا نروح ونشوف اهداف مباراه مانشستر يونايتد وليستر سيتي، نرجع نكمل المان يونايتد وليستر سيتي، وانتهت بفوز اليونايتد 2-1، وبدايه قويه لليونايتد في الدوري الانجليزي، شكله هيكون دوري قوي جدا كالعاده. احنا اتكلمنا في الحلقه الاخيره عن تعاقد ريال مدريد مع كورتوا قادما من تشيلسي علشان يكون هو الحارس اللي كان بيدور عليه ريال مدريد بقاله فتره كبيره جدا، فشل في التعاقد مع ديخيا لكن زي ما بيقولوا وجد ضالته في كورتوا، وبالتالي كورتوا تعاقد مع ريال مدريد لمده 6 سنوات. كورتوا كان ليه كلام كتير جدا في الصحافه الاسبانيه، واللقطه اللي كلنا شفناها هو بيقبل شعار نادي ريال مدريد، وتعليقا على هذا الموقف قال انا لم اقبل اي شعار من قبل، وبالتالي ريال مدريد هو الاهم والهدف الاغلى في حياتي، وبالتالي نجحت ان انا اكون موجود ضمن صفوف فريق ريال مدريد. عشان كده جبنا لحضراتكم تقديم، يعني قبل التقديم كمان، يعني من اول طباعه التيشيرت طبعا، بعد كده لامضاء العقود، بعد كده المصافحه ما بين فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد وكورتوا، واخيرا تقديم كورتوا لجمهور ريال مدريد. هنروح ونتابع تقديم كورتوا لجمهور مدريد ونرجع نكمل مع حضراتكم. شك ان اندريس انيستا واحد من افضل اللعيبه اللي لمسوا كره القدم على مدار تاريخها، وبنتابعه سواء كان موجود في اسبانيا مع المنتخب او مع فريق برشلونه او مع فريق اوفيتس القطي الياباني اللي انتقل ليه مؤخرا من برشلونه. انيستا بيفتح اهدافه مع الفريق الياباني بهدف، مفيش احلى من كده. هنروح ونتابعه مع حضراتكم ونرجع نكمل معاكم.
طبعا ما فيش شك ان يعني كرة القدم بتبهرنا. التعاقدات دايما مع اللعيبة بيكون لها شكل مختلف في التعبير عنها، وبالتالي هنشوف ازاي سانتي كازولا لاعب فريق أرسنال السابق وفياريال الحالي اللي انتقل ليه بعد طبعا ما كان بيلعب في صفوف فياريال لفترة سواء في فرق الناشئين أو في الفريق الأول، علشان يعود بشكل مختلف مع فقرة الساحر في ملاعب فياريال اللي بيقدم شكل سانتي كازولا بشكل مختلف. هنتابعه معاكم ونرجع نكمل مع حضراتكم. بدلك كوبريس ما بتهزرش. فقرة الساحر ساحر يعني حاجة أكيد قمة في رائعة، وكنا لازم نجيبها لحضراتكم علشان نشوف إزاي دي يعني الناس دي إزاي متقدمة في الفكر، إزاي بيحاولوا يخلوا أي حاجة طعمها حلو وشكلها في أحسن صورة. بكرة إن شاء الله هتكون مباراة برشلونة وإشبيلية في السوبر الأسباني الساعة 10 بتوقيت القاهرة، وزي ما حضراتكم عارفين أول مباراة لميسي رسميا كابتن فريق برشلونة. برشلونة أو ميسي بكرة في انتظار رقم جديد هيحققه في مسيرته طبعا الاحترافية مع برشلونة، إن هو قبل اللقاء ده بيتساوى في عدد الألقاب مع إنيستا اللي رحل بالفعل عن النادي ب 32 لقب. ميسي لو فاز بكرة بلقبه 33 هيكون أكثر لاعب في تاريخ برشلونة يحصل على ألقاب، يعني يليهم بعديه أو بعد ميسي وإنيستا هو بيكيه وبوسكيتس اللي عندهم 27 لقب، لكن ميسي أكيد هينتظروا حدثين مهمين جدا، الأول هو كابتن فريق برشلونة والثاني هو البطولة رقم 33 ليصبح أفضل أو أكثر لاعب حصل على بطولات في تاريخ نادي برشلونة. هنشوف ونتابع آخر استعدادات نادي برشلونة للقاء غد ونرجع نكمل مع حضراتكم. كلنا اتفاجئنا في الاخبار الاخيره اللي موجوده على الساحه الاوروبيه وبالاخص قاره افريقيا، تعاقد المنتخب الكاميروني مع اثنين من نجوم الكره الهولنديه، هو سيدورف وكلايفت مدربين او مدير فني ومدرب للمنتخب الكاميروني بعقد يمتد لموسمين. سيدورف لما اتعرض عليه تدريب منتخب الكاميرون فقر انه لازم يكون موجود واحد معاه نجم واحد من اللعيبه اللي فهموا معاه ومع المنتخب الهولندي دي كتير من الألقاب، وهم اثنين نجوم يعني بسم الله ما شاء الله عندهم كاريزما عندهم حضور وعندهم يعني إمكانيات كبيرة جدا جدا. سيدورف كان موجود لقيادة الفنية مع فريق ديبورتيفو لا كورونيا اللي مسكوا في الدور الثاني في الدوري الإسباني، لكن فشل إنه ينجح إن هو يكون موجود في الدوري الإسباني ممتاز، وديبورتيفو لا كورونيا طبعا هبط إلى قسم أو دوري الدرجة الثانية، وبالتالي كلايفت كمان هيكون موجود مع سيدورف، العقد بيمتد لمدة موسمين. وسيدوف عنده 42 سنه، فيعني عقليات بسم الله ما شاء الله هيعرفوا ان هم يعني ينقلوا منتخب الكاميرون نقله مميزه جدا اللي احنا هنتابعه وهنشوفه في خلال تصفيات
أمم أفريقيا أو كأس العالم أو أيضا المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية القادمة إن شاء الله. نروح نتابع معكم تقديم سيدور فوكلايفت للصحافة الكاميرونية من خلال التعاقد معهم ونرجع نكمل معكم. أكيد طبعا الاعتداء على حكم رايا في مباراة مؤهلة لدوري الأبطال أكيد طبعا يعني حاجة ما كناش نتمنى نشوفها، لكن هي موجودة في كل العالم، يعني ممكن نشوف في كل البلاد حتى البلاد المتقدمة في أي مجال بنلاقي بعض طبعا يعني بعض الجمهور اللي بيكون خارج عن النص، لكن بعض القرارات اللي ممكن مش بتعجبه، وبالتالي هنشوف مع حضراتكم منظر اكيد ما نتمناش ان احنا نشوفه، عشان منظر اكيد عدواني، منظر كان فيه دم من وجه الحكم، وبالتالي طبعا يعني لقطه ما تدلش ان في اي روح رياضيه، لكن طبعا زي ما حضراتكم عارفين ده تصرف فردي، وبالتالي اكيد هيتم اتخاذ القرارات المهمه في الفتره اللي جايه. لنقول لحضراتكم هنتابع معاكم، لكن الحكم بعد ما تم يعني اصابته في الوجه تم نقله مباشرة إلى المستشفى. نروح ونتابع معاكم الاعتداء على حكم رايا في إحدى المباريات المؤهلة للدور الثاني أو دور تمهيد المؤهل لدوري الأبطال. نرجع نكمل مع حضرتك. مش دوري أبطال أوروبا، وزي ما حضراتكم شفتم طبعا تم نقل حكم المباراة بسرعة إلى الإسعافات الأولية، وبالتالي بعد نهاية المباراة انتقل إلى المستشفى للإطمئنان على حالته. كنا مع حضراتكم في الأهلي الليلة، بشكر زميلي العزيز الأستاذ إيهاب الخطيب اللي كان موجود معايا وبيشاركني في الحلقة. كنا معكم من الساعة 7 حتى الساعة 10، استعرضنا مع حضراتكم آخر الأخبار اللي موجودة في الساحة المحلية والساحة العالمية. نشوفكم في حلقة جديدة من الأهلي الليلة، نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.